لكم فيه. صباح الخير ومرحبا بكم، ونرحب بكم في هذا الصباح الجميل، صباح يوم الثلاثاء اللي نتلاقاو بكم فيه في عدد جديد من صباح الشروق. في هذا اليوم سمعنا وردة الجزائرية، الآن راح نقولوا لزهرة الجزائرية. صباح الخير. مليح. إذا صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليك صلاح. مشاهدينا إذا نقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد اللي إن شاء الله هي رقعة لتطلعاتكم، راح يكون فيه بعض التنوعات، راح تكون فيه حاجة استثنائية وجميلة جدا في هذا الحلقة. من هذا المكان اني حاسس روحي عندي في الاحوال الجوية مع هذا الاكرون اليوم ورانا، حسام لو دير زوم دير زوم هكذايا يشوفوا الناس انه ما نقدرش نديروا في الاحوال الجوية، هذا برك البلاطو تاعنا. لما نحبوا نرحبوا بكم على هذا الدخلة. فوالا. تخي بيان ما شاء الله. دونك لا بي دالجي هذه جو بونسي الجي هذه قسنطينه الجميله. داكوغ، دونك ابي قسنطينه ايفيكتيفمون زعما عبد القادر هذا. نحبوا هاد الصور نمدوها للناس الجزائريين والجاليه تاعنا والعزاز علينا. نعم. اللي راهم خارج الوطن وعندهم هذاك الحنين والشوق لكل ما هو جميل في هذا الوطن الحبيب. عملتوا مليح لانكم بديتوا نهاركم مع صباح الشروق. عددنا لنهار اليوم راح يطلع على العديد من المواضيع اللي تهمكم، ولكن قبل هذا ماذا بيا نعاود كل يوم خلينا نقول كل يوم نعاودوا نحذروكم وننبهوكم باللي كورونا مازال هنا. 692 حاله البارح فقط، والعديد من حالات الوفيات، ربي يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. يعني حب يقول باللي الوضع مازالو صعيب، الوضع الصحي مازالو صعيب، خاصه لما نسمع انه الوسط المدرسي يعني عند الاطفال راهو مليء بالحالات تاع مرض الكورونا، وهذا الفاريون الجديد، هذا المتحول الجديد ما نفيقولوش اصلا. نعم. ما نفيقولوش حتى مام بلونتيجان، مام بهاد الوسائل تاع الكشف على وباء كورونا ما فيقولهاش. والناس تقول لك لا درت تيست خرجي نيجاتيف واني خرجت لبرا. يا جماعه الكمامه راهو يوزع، وعلى بالنا بلي فيه نسبه كبيره من العدوى هذا الفاريون الجديد، دونك يبقى لو بور دو بافيت هو اهم حاجه. انا وزهره لو كان نقدروا نديروا بافيت وتسمعونا رانا درنا بافيت، ولكن ما نقدروش، وعليها رانا بعاد على الناس اللي معانا هنا في البلاطو هكا، باش حنا نوعوكم بطريقتنا، وحتى انتم لما تخرجوا الان في هذا الصباح وتبعتوا ولادكم يقراوا وتبعتوا الناس تاعكم للعمل، راح نقول لكم خذوا بالكم وخذوا الحيطه ديالكم في هذا الوقت اللي رانا فيه. الفاريون المتحور تاع اوميكرون صعيب ما نفيقولوش، ولكن ينتقل بسرعه ما بين الناس. نعم. وبرنامج صباح الشروق راح يقوم بابواب مفتوحه وتوعويه. صح. فيما يخص فيروس كورونا وتفشي هذا الفيروس وهذا المتحور الجديد. اذا بالخميس والسبت راح يكون يوم مفتوح، لعل وعسى نقدروا نوعيوا، لعل وعسى نحسوا الاشخاص اللي حاطين في بالهم انه خلاص كورونا خلاص، وانه هذا نوفو فاريون عم يقولوا سي اون سامبل غريب، دونك لازم ناخذوا الامور بجديه اكثر باش نحميوا افرادنا. اذا انت راك شاب يمكن الاب الام تاعك اذا عديتها ما تتحملوش، دونك لازم شويه ناخذوا الامور بجديه وبحيطه اكثر. والخطير في الامر في هذه المرحله اللي انا فيها انه في المتحورات اللي جازوا علينا من قبل ولا كورونا لما دخل علينا كنا نقولوا سي بيان ما يقيش دراري صغار، ولكن هذا المتحور راه يقيس بزاف دراري صغار. 30% من الحالات اللي راهي ايجابيه لوباء كورونا في المرحله هذه اللي رانا فيها اطفال صغار. وي مالوغوزمون، دونك كي يتقاسوا الاطفال يعني هي نقولوا دقه ناقص خطر. دونك نتمناو فريمون انه هاد التوعيه الصغيره اللي قمنا بها انا وزميلي صلاح اليوم تكون افادت بعض العائلات، يمكن اللي خارج يقضي، يمكن اللي عنده طريق يلبس لابافيت ويبخون سيريو. ما فيها والو، زوج دقائق اللي راك فيهم برا خير ما ساعات ساعات وانت مريض على الفراش ولا المستشفى ولا الامور هذه. خلينا راهو جايها وقتها ونتكلموا عليها في الايام المقبله. هذا دقائق صغيره اللي حبينا نوعوكم فيها باش نبداو برنامجنا على بركه الله ونشوفوا. راح نخدموا فيها سبيسيال رونفورسمون مسكولار، راح نخدموا لابارتي انفيريور مع لابارتي سوبيريور، افيك دي زيكزاسي شويه افونسي. مي الناس اللي راهم متقدمين اللي خدموا معنا الموسم اللي فات كما قلنا هذا العام راح نسيو نطلعوا شويه في النيفو، يعني دي زيكزاسي راح نخدموهم بالعقل. ليسونسيال لازم تتبعوا معايا ايتاب باي ايتاب، وسي تتبعوا معايا لو كوتشينغ راح تلحقوا وتخدموا معايا التمارين هذوما شيء طبيعي وشيء عادي. اليوم واش نسحقوا؟ راح نسحقوا لو بوا. انا عندي هذا لو بوا، مي نتوما تقدروا تستعملوا سوا كيت البال هدايا اللي عنده في الدار، اللي ما عندوش تقدروا تستعملوا ليزالتير ولا قلعه تاع ماء تقدروا تخدموا بهم نفس الشيء. ونسحقوا لو طابي تاعنا بلا ما نطول عليكم، نبداو دائما في الزيت، نبداو عفوا في ليشوفمون تاعنا مباشره، راح ما نطولوش بزاف في التمارين تاع التسخينات باش نخدموا بزاف تمارين ولا يكون الشرح بزاف في التمارين اللي راح نخدموهم.
تمارين تاع التسخينات راكم ولفتوهم، راكم تخدموهم معنا دائما الموسم اللي فات، حتى بلا موسم اللي فات كاين ناس تعرف تخدم التمارين هذوما لانها تمارين بسيطه تاع التسخينات. نشوفي بيه هنا لومبير ديالي، لانه راح نسحقوا عضله هذه اللي راح نخدموا بها اليوم ثاني. نخدموا شويه لي سكوات هنا، دومي سكوات باش نشوفيو بهم، ونخدم يديا كيف كيف باش نبروفيتي من ليكزارسيس ولا من لي شوفمون ديالهم. فوالا نزيدو شويه لي فونت، نحسب 10 كما قلنا في كل تمرين. فوالا هكذا راح ندخلو دوكا في التمارين تاعنا. راح نردو لو بوا تاعنا اللي هو الكيت البال، تبعوا معايا بيان واش راح نديرو. راح نديرو ديبلاسمون لاتيرال مي افيك لي سكوات، يعني راح نخدم دي ريبيتيسيون فير لا غوش و دي ريبيتيسيون فير لا دروات، وهذا لو بوا نخليه هنايا و يديا نكسلو. نتبعو معايا بالعقل برك، راح ندير ديبلاسمون هنا، نهبط سكوات 1 ونروح دوزيام 2 وندير دو تيراج هنايا للفوق، يعني تيراج بواترين ولا تيراج الاعلى لهنايا. نعاود ندير دو ديبلاسمون لاتيرال فير لا دروات، نهبط سكوات 1 2 وندير دو تيراج. ربي نفس الشيء نفس العمل راح نكمل به، نهبط 1 2 وندير دو تيراج 1 2. نسيت توجور نخلي صدري واقف. الناس اللي ما تقدرش راح ندير لكم لوبسيون فاسيل ولا لادابتاسيون تاع ليكزارسيس، نهبط كومبليتمون نجبد جوج خطرات. الناس اللي ما تقدرش ماشي لازم تستعمل البوا، راح نخدم سون بوا ونخدم ليكزارسيس بوك تاع السكوات. هنايا نسي نهبط 1 2 ونعاود نولي 1 اي 2. تري بيان نروحو ليكزارسيس لي موراه. ليكزارسيس لي موراه راح نسحقو لهنا لو طافي تاعنا، وراح نسحقو لي زالتير ولا كيما نتوما عندكم القلعة تاع الماء ولا لي زالتير اللي عندو لي زالتير سي فيها سينو القلعة تاع الماء. راح نكون بوزيسيون دو بلونش لهنا، ناليني بيان كور تاعي، لو ريكار تاعي يكون وصول. واش ندير؟ راح نجبد التيراج تاعي لهنا تاع القرعة تاع الماء ولا تاع لالتير 1 2. نخدم دو ريبيتيسيون غوج دو ريبيتيسيون دروات، ونخدم معها دو جاك 1 2 ونعاود نولي 1 2 3 4. نخدم دو جاك رابيا. نفس التمرين اللي راح نكملو به حتى نكملو 10 خطرات. نخدم 1 2 نعاود 1 اي 2. الناس اللي ما تقدرش ماشي لازم نستعمل البو هذايا، نخدم نريح بوزيسيون دو بلونج برك هنايا ونخدم لي جاك 1 2 1 اي 2. هذا بالنسبه للناس اللي ما تقدرش ولا الناس اللي يكون عندهم وزن زائد يقدروا يخدموا معنا التمرين واللي يقدروا يخدموا معنا الفقره هذه. لكن وشنو راح ينحيو برك ليكزارسيس تاع اللي خدمناه تاع لو روينغ. هادوما اربع تمارين تاع الفقره تاعنا تاع اليوم. قبل ما نكملوهم واش نديرو؟ دائما راح نديرو لي زيتيرمون تاعنا. راح نسي نهبط لهنايا نلصق بيان رجليا ونهبط هنا بالعقل، نسي نقيس صدري نهبط لتحت هاد لي جونو تاعي تري بيان. ها نطلع بالعقل واش ندير؟ نسي نطلع الجونو تاعي هنا ونحكم، نعاود نرجع للخلف نبدل نرجع هنايا. اللي ما يقدرش يقدر نجبد مسيرفات ولا من اللي يكون لابسها، ولا نقدر نتكى على الحيط باش على بالي كاين ناس ما يقدروش يحكموا لي كيلف. نقدر نتكى على الحيط ونخدم نفس التمرين. نجبد لهنا نبدل. هذه كانت اخر حركه تاع الفقره تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام، ريحوا معنا في دال قناه شولو. واذا كانت وجود كاين تساؤلات ما فهمتوش اي تمرين ولا، تقدروا تواصلوا معنا صفحه الانستغرام ولا الفيسبوك اللي هي منير بوشاوي. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم، السلام عليكم.
شكرا للكوتش منير بوشاوي اللي فادنا بالقليل من الحركات الرياضية في هذا الصباح في فقرة الرياضة للجميع اللي نبداو بها دائما برنامجنا صباح الشروق. كانت فيه بعض الحركات بوسائل بسيطة للواحد فينا أي واحد يقدر يمارسها في البيت ديالو، ولكن روحوا معها غير بالعقل لأنه فيها مستويات وبدوها غير بالعقل. هكذا مع نهاية الموسم العديد منا راح يعاود يرجع للرياضة. بلا ما نطولوا عليكم، دائما بالكلام الجميل والكلام الطيب الدين معاملة. معاملة لنهار اليوم يوم الثلاثاء يحضر معنا فيها الإمام الشيخ مفتاح الزوز. صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. مرحبا شيخنا. الجميل في الإسلام والدين أنه لم يغفل على شيء إلا وحط فيه آداب وأمور تأديبية، وتكلمنا هذه المرة على الطريق لأنه حتى طريقه فيه أدابه، حتى الأمور البسيطة اللي احنا لا نقولها بل فيها أدابها، حتى البيت فيه أداب، ومن أداب البيت الاستئذان شيخنا. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فعلا صدقت، فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين وهذه الملة. الله سبحانه وتعالى ما ترك مجالا إلا ونظمه وأحكم تنظيمه. سبحان الله، كل ميدان دورنا نتكلم في شتى الميادين نجد إلا والشريعة حاضرة، صح، والتوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم حاضرة. من الأداب ومن الأمور التي نظم هذا الدين الدين العظيم هو أدب الاستئذان. بطبيعة الحال أنت لك حق وأنا لي حق، ولا ينبغي أن أدخل على حقك أو إلى حيزك إلا إذا طلبت منك الإذن، وهذا أدب جم وخلق فاضل ونفوس سامية. يعني النفوس التي تتأدب بهذا الأدب هي نفوس سامية، تعرف حق، تعرف قدرها كما يقال، صح. فالله سبحانه وتعالى نظم أدب الاستئذان في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نظمه من خلال تلك التوجيهات إلى الصحابة إلى أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستئذان له أحوال، فقد يكون ممن هم خارج البيت، وقد يكون من الأقارب، وقد يكون ممن هم داخل البيت. فالإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بيت معين، سواء كنت من غير الأقارب أو حتى من الأقارب، فمن آداب الاستئذان ومن أحكام الاستئذان هو رد السلام، صح، والإعلام بالقدوم. إذا حبيت تدخل أي بيت معين لا بد أن تعلمهم بقدومك، ثم تلقي عليهم تحية الإسلام، فهذا من الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح ثم يسلم. يتنحنح يعني يعلمهم بالقدوم حتى لا يدخل عليهم على فجأة، لأنهم ربما يكونون على حال لا ينبغي أن نراهم على تلك الحال. صح، هذا صح، هو صح. هذا هو الغاية والهدف والمقصد من الاستئذان، وهو ستر تلك البيوت وستر أحوال من داخل تلك البيوت. هذا هو المقصد العام من الاستئذان. حركة شيخنا، حركة بسيطة وأشياء بسيطة، ربما ربما طرق، ربما سعلة، ربما نحنحة، صح. هذا علماء أجلاء، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ورح نذكر غيرها من الأمور التي تدل على أن الدين عظيم جدا، ولازم نراع حرمات بعضنا البعض. هذا وش هو يعني، صح. الغاية من الاستئذان أن أرعى حرمتك وترعى حرمتي، صح. لأنك قد تدخل علي أو أدخل عليك في حالة لا ينبغي أن تراني عليها. هذا هو شيء أقصد الإسلام، مقصد الستر، مقصد الستر ورعاية الحرمات الناس، رعاية حرمات الناس. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة. وهذا أمر غفلنا عليه، تحية الإسلام. يا أخي ما يتعبك أن تقول تدقدق أو تنحنح ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا بني، وقد قالها لأنس، وأنس وخادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، جاءه وهو ابن 10، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتركه ابن 20 سنة، يعني أدبه وأحكم تأديبه. فقال: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. بركة، البركة شيء لا صرنا لا نفقهه ولا نأبه له ولا نراعيه، فمما يحدث البركة في البيوت أن تسلم عليهم إذا دخلت. قال: يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فعموما الإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا فلا بد أن يستأذن أهل ذلك البيت، سواء كنت من الأقارب والله ماكش من الأقارب، يعني ينبغي أن تستأذن. جاءت امرأة
من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد. قالت: فيأتي الأب فيدخل علي، ويأتي الولد فيدخل علي، ويأتي أهلي فيدخلون علي. قالت: فكيف أصنع؟ وقبل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجيبها جاء الوحي من السماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا. تستانسوا عند الدخول أي تحدث أمرا يدل على وجودكم أنكم جيتوا، وتسلموا على أهلها تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزول هذه الآيات رب الأمة على أمر الاستئذان وعلى هذا الباب الواسع، باب الاستئذان. هذا رجل أيضا من الصحابة قال: يا رسول الله، استأذن على أمي، وكأنه قال أنا دائما معها نستأذن حتى على الأئمة. قال: استأذن على أمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: يا رسول الله، إني أكون معها في البيت وإني دائما معها. قال: استأذن حتى ولو كنت ساكن تم ابنها. صح. قال: يا رسول الله، إني أخدمها، تحتاج أكل وتحتاج نعطيها وتحتاج لها الدواء وتحتاج. قال: إني أستأذنها. انكثر دائما قلها أني داخل، السلام عليكم، ضقضق الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ الإنسان ربما يكون في حالة لا يليق أن ترها. قال: حتى وتكون أمك لابد عندما تدخل عليها أن تستأذنها. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ فقال: لا. قال: فاستأذن عليها. فلذلك كان الدخول حتى للغرف للحجرات البيت، مش حتى خارج البيت، خارج البيت لابد، ثم حتى بيننا ونحن في البيت ينبغي أن نستأذن. هذا أمر غائب جدا وناقص في مجتمعنا، وأدب غائب في مجتمعنا. ثم كيف يكون هذا الاستئذان؟ طريقة الطرق، حجم الطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة ويصف أنس ذلك الاستئذان اللطيف المؤدب الذي مبني على الاحترام البالغ. قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافر، هكذا قرع خفيف. صح. كانت تكون راقد وتكون مريض، يعني ما تخلعش بشهادة قليل، حتى احنا يكسر لك الباب. صح صح, صح 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 صح. وتقول له ما تفتحش يزيد حتى تفتح رغم أنفك. صح. لا يا أخي، سبحان الله، الإسلام يبينها بالتفصيل. شيء غريب، يا ما تستأذنش يا تستأذن بطريقة. أنس 10 سنوات، احنا نقول يا ما تستأذنش حتى تلقى الأمر ربما ثم أو إنك أن تدخل حتى ولو بالقوة. قال: كنا نطرق الأبواب بقرع الأظافر، يقرح مرة ثم ينتظر قليلا ثم يقرح مرة ثم حتى الثالثة. يقول أنس: فإن لم يجد بها أحد فينصرف، أو إن قيل لك انصرف فانصرف. وهذا أمر غائب تماما عندنا. كون يقول لك: ودي أروح أرجع بعدها وأرجع غدوة، خلاص قطيعة رحم وهجر وعداوة وكذا. هذا سبحان الله، احنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علاش لما قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وقال الله عز وجل: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أمر رباني سبحان الله. يقول لك: ارجع ارجع، مانيش اليوم حاب نستقبلك، وراني تعبان، وراني مريض، وراني لا، ربما في وضع لا استقبلك فيه. سبحان الله. فلماذا لا نتأدب بها الأدب الربانية والأدب النبوية؟ فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لماذا؟ هو أزكى لكم، أطهر لكم، أنقى لكم، ولكم فيها أجر وعمل بالقرآن وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أمور غائبة للأسف في مجتمعنا. أمر غائب أيضا في أحكام الاستئذان وهو عدم الإعلام بالاسم. جاء رجل جابر بن عبد الله وكان على أبيه دين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقال هذا الصحابي، ولازم نتعلمه، احنا نتعلمه، رأينا نعلمه في الناس. قال: أنا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال: أنا شكون أنت؟ يعني أنا شكون؟ نعم، وضح. فلذلك من أدب الاستئذان هو حادث للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وهذا من هو جابر بن عبد الله. صح. قال أنا. قال كأنه كرهها، فالصواب أن يقول فلان ابن فلان. أيضا من أحكام الاستئذان، من أدب الاستئذان، أنك إذا طرقت الباب لا تبقى أمام الباب حتى تتطلعها إلى ما داخل البيت. من الأداب المهمة جدا في الاستئذان، إذا طرقت فانصرف على إحدى جنبتي الباب حتى لا ترى عورات الناس.
ولا ترى ما لا ينبغي أن تراه من حرمات الناس. صح. هذا أدم غائب تقابل الباب وتشوف عورات الناس ونوافذ الناس وأبواب الناس، لا، ليس من الأخلاق وليس من الشيم، لا، يدقدق بأدب وتستأذن ثلاث مرات ثم تنصرف، كل مرة تنصرف عن اليمين أو الشمال الباب حتى يؤذن لك، وإلا فانصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن الاستئذان من النظر. ما معنى إن الاستئذان من النظر؟ أي إنما جعل الاستئذان وشرع الاستئذان في القرآن وفي السنة لحتى لا تنظر إلى عورات الناس وإلى حرمات الناس. إنما جعل الاستئذان، قال، من النظر. قال: فإذا استأذنت فلا تستقبل الباب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا استأذنت ما تقابلش الباب، يعني انصرف ظهرك ولا انصرف جهة وظهرك، وكانت الأمور موجودة ولكن صارت الآن ناقصة وغايبة للأسف الشديد. أيضا استئذان من نوع آخر داخل البيوت، نذكرنا خارج البيوت سواء الأقارب أو الأجانب. استئذان من نوع آخر داخل الغرف وداخل الحجرات داخل البيوت، فينبغي أن نعلم أبناءنا وبناتنا. صح. أمر والله للأسف الشديد، ينبغي أن ينشأ فتياننا وصبياننا على هذا الخلق النبيل جدا، لا تدخل إلا بعد الإذن، وخاصة أن القرآن الكريم حدد لنا ثلاث أوقات لا ينبغي أن ندخل فيها إلى على بعضنا البعض، ونبهنا الصبيان يعني إلا بعد الاستئذان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الخدم يعني دخل البيت، نعم، الإنسان عنده خدامين في البيت كذا، ينبغي أن يعلمهم الاستئذان. سبحان الله، أمر بسيط جدا. قال: والذين لم يبلغوا الحلم، يعني أطفالكم الذين يدخلون ويخرجون عليكم بكثرة، علموهم هذا الأمر، علموهم عظمة هذا الدين ولب هذا الدين، يعني المقاصد التي جاء بها هذا الدين. قال: ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. أوقات خاصة ينبغي أن لا يدخل فيها الطفل هكذا، وإنما نعلمه. قال: في هذه الأوقات تعلم. سبحان هذا الدين لا نستحي منه. صح. علمه هذا الأمر في هذه الثلاث أوقات، من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. أمور أوقات خاصة، غيرها من الأوقات دعه يصرح ويمرح في هذه البيت. نعم. هي ربما تاني أوقات اللي تتعلق بالزيارة. نعم. حتى خارج البيت ربما فيه ناس. نعم. ما تحترمش بعض المواعيد وتجيك في وقت. نعم، هو خاص، نعم، بالأطفال، وخاص حتى كما قلت بالزيارة. والله العظيم ربما هذا أحكام الاستئذان، ربما نخص موضوع الزيارة هذا يعني. طبعا إن شاء الله. طبعا. إن شاء الله نخص موضوع للزيارة. لأنه هذه أوقات خاصة جدا، فلا ينبغي أن تستأذن في غير وقت الاستئذان. ولذلك الله عز وجل لما قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قد تكون في هذه الأوقات الحرجة يعني. صح. صح. أوقات حرجة يكون إنسان فيها مستريحا ويكون فيها منشغلا بشغل أهله وهكذا. صح. فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ليش ما تكونش عندنا صدر واسع ونخدموا بهذا الإسلام كله؟ من دش شوية من الإسلام وخلوا شوية من الإسلام. هذه آية كريمة، إذا قال لك أرجع أرجع وأنت مبتسم، قال: بارك الله فيك، سأرجع في المرة القادمة. حنا يقول لك: لا لا، مش روح عنده هذا، خلاص وحوزني قطيعة وهجر وخلاص، وتخلط القلوب والنفوس ستتأثر. ولكن لماذا لا نعمل بالدين؟ صح. لماذا قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أمر إذا وجدته في القرآن وناداك به القرآن وأدبك به القرآن لازم تفرح به وتخدم به وتعمل به، لأنه لك فيها أجر. سبحان الله. أنت لما ترجع وما تزعفش عندك أجر، لأنك عملت بآية من القرآن الكريم. سبحان الله. هذا هو ديننا وعظمة ديننا الكريم، يعني اللي فقدنا منه شيء كثير يعني. تغيرت بزاف أمور شيخنا. يقولوا الناس الكبار علينا أنه بكري في السنوات اللي مرت علينا، أنه ما بين الجيران ما كانتش بيناتهم باب، كان بيناتهم إزار. حتى هذيك الوقت كانت الحرمة والحشمة والاستئذان أمور هكا. لا ينبغي أن تدخل، يعني البيت له حرمة كبيرة يعني. سبحان الله. وهذا اللي قلنا، هذه الشريعات كلها لحفظ الأعراض وصيانة الحرمات. سبحان الله، أنت ربي عز وجل أعطانا الحياة، وأنت عندك جزء من الحياة، والله عز وجل احنا رانا نمشي غير بهذه الحياة. صح صح صح. سبحان الله. وكما في نشر الحياة كرنا تعدينا على كثير من حقوق بعضنا البعض. فهذاك الأمر، ستر وجلباب الحياة اللي يكتسيه كل إنسان ذكر ولا أنثى، لا ينبغي أن تهتكه. صح. كل واحد عنده حياء وستر، ما لا يمكن أن تهتك ستري وحيائي. فلذلك جاء هذا الأمر في القرآن. صح. في القرآن يعني أحكام قرآنية يعني. وسبحان الله، ديننا الحنيف ما خلى ولا أمر إلا وأدبوا، حط له حدود وحط له قواعد وحط له آداب، حتى الأمور البسيطة، لأنه نشوف طرق باب فقط، استئذان فقط، ولكن لعظمته ولشأنه ولأثره في الدين وفي الحياة الله عز وجل أعطى له آداب وأعطى له حدود. لن يبلغ دين في العظمة ما بلغه دين الإسلام. سبحان الله.
لذلك قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. خلاص هي أنه دين متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم. دينكم دين كامل تام، نظام حياة، نظام حياة ضيعناه، أضعنا كثيرا من جوانبه. سبحان الله، لو الناس استفادوا وصلنا كل يوم نعطوهم هذه الفوائد ويعملوا بها راح يتحسن المجتمع، تصلح المجتمع ويتكامل المجتمع وتزول كثير من الفوارق في المجتمع، كثير من السلبية في المجتمع. ولكن لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دين النصيحة والدين المعاملة. ثم قال لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. كنت تسمعها من الشيخ الآن طبقها في بيتك مرة على مرة مرة على مرة، يصير بيت مسلم متكامل. طيب شيخنا، ختامك بنصيحة وكلام اللي في فيها النصيحة هو أن نعمل بهذه الأدب الربانية والنبوي، لأن فيها أجر وثواب من جهة، ثم فيها صيانة حرمات البيوت من جهة أخرى. ممتاز. وأمر بسيط جدا. بارك الله فيك. بسيط جدا. شكرا لك شيخنا، بارك الله فيك، وشكرا لك على كل هذا الإفادة اللي تقدمها لنا في كل صباح في صباح الشروق. حتما هتكون حاضر معنا في موعد أخرى اللي هي أدب وتربية لكامل المجتمع والأفراد هذا المجتمع. شكرا لك شيخنا إمام مفتاح الزهرة معنا، نورتنا بحضورك. شكرا لكم مشاهدينا أنتم كذلك اللي راكم باقيين معنا، نتمنى أنه الإفادة كذلك وصلتكم أنتم وخذيتوا العبرة من هذا الكلام اللي تكلمنا فيه في هذا الصباح. على الاستئذان في فقرتكم الدين معاملة، مواضيع أخرى حتما راح تشاهدوها معنا في صباح الشروق. ابقوا معنا، صباح الشروق راجع بعد الفاصل. عليكم صباح الخير على كل الناس اللي تحقوا بنا في هذا الأثناء. كما راكم تشوفوا راني متواجدة في مطبخ صباح شروق شيف بهية. صباح الخير. صباح لاباس؟ الحمد لله يعيشك. ألا واش كاين واش ما كاش؟ بون اليوم أنا كيش أوبوتي مارون. وي. القرعة الحمراء سي صافي. داكوغ. كاين دي زونفون اللي ما يحبوهاش، دونك جي في اون أسوس أون سورت كو ما تبانش كاع اللي هي اللي هذه. خبيه دونك القرعه لي بوتيغان كاين يقولوا لها نسيت لا سيتروي لي بوتي مارون اي لي بوتيغان وي سيتروي كابويا. اه بون لي بوتيغان لي بوتي تري بيان تري بيان. بون عندنا لا بات ايه ايه بات بريزي ايه تري بيان. دار دار اه داكور سي بون Très bien. Bon, on a la pâte brisée. On a 250 g de farine. On a 125 g de beurre. اسمح لي برك دقيقة، نحب نقول برك للمشاهدين بلي ما كان عندنا مشكل في الصوت، معليش تعاود لنا. اه بيان سور يا با بروبليم افيك بليزير. عندنا اون كيش بوتي مارون هاوليك. بون قلنا لا بات بريزي 250 غرام دو فارين، عندنا 125 غرام دو بور، عندنا صفار بيض لي زيرب دو بروفانس، وعندنا مغير فاما. فوالا واش نديرو. اون صابل لا فارين مع لو بور، نحكو حتى يولي كرميله ما تبانش كاع لا فارين. نديرو امتي نديرو حفره في الوسط، نحطو بون باردون نزيدو لي زيرب دو بروفانس باش تعطيها اون سيغتان سافور لا بات. داكور. ونديرو لو جون دو هذا في الوسط ومغير فاما، ونطموها غير بصبعتين ما نعجنوش. اوكي. طموها كي طمطموش نديرو نحطوها سور لو بلون ترافاي ونحكوها هاك نحكوها حتى تولي صابلي. داكور. نحطوها 30 مينوت في فريجيدير ونحلوها سور في لو مول تاعنا تاع لا كيش. سوبر. دونك هذه حتكون اون كيش كما قلت مازال لافارس تخيشي. اه فوالا راح نهضر لك على لافارس جوستومون. اوكي. بوغ تخيشي دونك استعملتي هذا النوع من الخضروات اللي نقولوا مفيد جدا داير جيهان من بعد راح تكونفيرمي لنا. واش حدير كيفاش حد كيفاش حد تريشي باش ما يبانوش لي بوتيرون؟ بون واش نديرو بخوميارمون دينا ان دومي بوتيرون. داكور. واش درنا له؟ قطعناهم تيدي غليناه في الماء 25 مينوت بور كيل بيغ با سي فيتامين، ما لازمش نديباسيو. بون واش نديرو؟ اون ايسور نعصرو ونحطو في دون اون بوال، هذا لا فيون داشي، فلفل كحل، وراه الملح، هاو هنا الملح، باردون، هاو هنا الملح، شويه ملح، شويه فلفل كحل، ونطيبو لافارس تاعنا افيك لي زو وشويه لا كريم فريش، ونحطو في لو فون تاع لا طاغ تاعنا، لا كيش باردون، ونطيبوها 35 مينوت هكذاك، داكور، با بلوس. تخي بيان، هاي نتبادلو باش تبدلنا. اوكي داكور. اوكي. بون هنا عندنا كيف كيف،
pour que les enfants puissent manger le chou-fleur. على بالك تعرفي ميم لي بيرسون كبار ما يحبوش دي فوا لو شوفلور يقول كي يدير لي غاز يدير كذا لودور تاعو لودور فوالا الوغ واش بون تخبى لودور تخبى يا بلان دي بيس دونك تخبى واش نديرو نرابيوه هكذاك خضر راس شوفلور نرابيوه غير لا فلور هذيك لا تيت الاخرين ما نديرهمش فوالا نديرو شوفلور تاعنا نحطو فيه البيض نحطو فيه فلفله حمراء نحطو فيه زوج مغارف فرينه زوج مغارف زيت زيتون كركم كمون و ان دومي باكي دو لوفور ونزيدو تريز امبورطون الحشيش ربط حشيش فيه داكور اون فورم دي بولات اي بيان سور كلش نعجنو اون فورم دي بولات اللي يحب يرميهم ديريكتومون في لاصوص باسكو جو بريباري اون صوص اللي يحب يرمدهم في لافارين لي زو لا شابلور ويقليهم تري بيان تو ديبون انا جو بريفيري نرميهم ديريكتومون في لاصوص فوالا واش نديرو لاصوص تاعنا عندي نص حبه بصل وعندي راس كومبلي تاع الثوم عندي دو طومات وعندي شويه معدنوس ودجاج مرحي واش ندير نرحي لاي تاعي اي لي زونيون نقليهم وندير لاصوص تاعي بلا طومات حب وندير بون لي زيبيس لي درناهم هنا نديروهم في لاصوص فوالا ومن بعد اون فورم دي بولات بالدجاج دونك يوغا لي بولات تاع شوفلور اي لي بولات تاع الدجاج جوسك لا رانا ناكلو هيلتي ميزا بار لا بات فوالا فوالا لا بات اكزاكتومون لو ديسير وي داكور اوكي هنا سي لي غاليت دو فلوكون دافوان عندنا لا بوم على بالنا بلي صحيه وعندنا لا بانان عندنا عسل حر عندنا لا فاني لا لوفور 100 غرام دو فلوكون دافوان 100 غرام دو فارين قرفه شويه بزياده اون وا دو بور ندوبوها واش نديرو نشدو لا بانان تاعنا اون لي كراز بون مع الاول نديرو تو سكي ساك هكذا تو سكي ساك نخلطوه كيف كيف فوالا وهادو تو سكي هادي نعبزوها اون دومي بانان نص بانانه نقطعوا نص منها اون كراز نديروا فيها العسل نديروا فيها لا نوا دو بور نهادو نرابيوهم لي دو بوم نخلطوا خلطوا كلش على فوا وهادو مخلطين وحدهم ابري اون ميلونج لي دو نحطو فريجيدير نحطوهم اون ميلونج قلنا هادو ليكي وهادو ناشفين مع الاول خلطوا ناشفين بيناتهم قلنا 100 غرام دو فلوكون دافوان 100 غرام دو فارين عندنا لا كانيل عندنا لا فاني و ان دومي باكي ماشي ملح ان دومي باكي دو لوفور كيميك اوكي تري بيان هاملي فلوكون دافوان لا فارين فوالا القرفه تري بيان لا فاني اي لا لوفور لا لوفور فوالا هادو نخلطوهم وحدهم اوكي نجي لهادي ندي اون دومي بانان جو ليكراز نص بنانه فوالا نص بنانه جو ليكراز نحط فيها العسل ولا نوا تاع الزبده ندوبها ونزيدها ونقشر هادو نرابيهم نزيد معاهم مع دو كويير تاع عسل حر نخلطو بيان كوم يفو ومن بعد اون ميلونج لي دو داكور داكور نحطهم 30 مينوت فريجيدير يشدو روحهم شويه ومن بعد كيسكو جو في نشد بالمغرفه جو سوبودغ بالفلوكون دافوان هكذا ونطيبهم في الفرن سي دي غاليت داكور تري بيان دونك ساهلين نورمالمون دونك خليك تبدا نورمالمون سي تو ان منيو كو ميم بون كوراج ميرسي بون ماراثون ميرسي هايسه جي لا بيتي دونك راح يرافقك المخرج نتاعنا سي غرمت دونك اللي راح يكون معاك طيله المراحل اللي راح توجد فيهم الاصدقاء تاعكم مشاهدينا الكرام نقول لكم بلي متواصلين في بقيه المحطات نخليكم في الفقره اللي راح كما قلنا لكم تشرف عليها اخصائيه التغذيه جيهان ابراهيمي مباشره بعد هذا الفاصل ماك صحتك في ماكلتك يلا صحتك في تغذيتك كما قالت زهره مع اخصائيه التغذيه تعودت عليها كل يوم ثلاثاء في صباح الشروق جيهان ابراهيميه ولا اللي تعرفوها في مواقع التواصل الاجتماعي فيتامين جي صباح الخير جيهان صباح الخير عليكم شكرا على الاستضافه
شكرا لك على الحضور دائما بونكتويل. شكرا لتلبيه طلبات الجمهور. دونك جيهان اليوم واش اخترتي موضوع لي تطرحوا على جمهورك وجمهور برنامج صباح الشمس؟ اليوم راح نتكلموا على موضوع ما نعطولوش اهميه كبيره مالغري كو عنده يعني اثر كبير على الصحه ديالنا، واللي هو الالياف ولا لي فيبر، يعني الالياف الغذائيه. كي نهضروا على الالياف، وشنو هي الالياف؟ حنا ولفنا نهضروا فيتامينات معادن، هذا ما كان، ما نهضروش على الالياف. الالياف تنتمي لمجموعه النشويات اللي لازم نعرفوا انه في الجسم تاعنا ما نهضموهاش. يعني قريناها هذه في الليسي، يقولوا لنا بلي الالياف ما نهضموهاش، لكن كي تجيك هذه الفكره تاع ما تهضمهاش، يعني كي تدخل وتعاود تخرج من الجسم تاعك، يعني ما نعطيولهاش اهميه كبيره. لكن لازم نعرفوا بلي عندها يعني مهمه بزاف، ولازم ناكلوها ولازم ندخلوها في التغذيه ديالنا لاسباب معينه، على خاطر عندها فوائد معينه. هاد الالياف الغذائيه نلقاوها في الماكله ديالنا اللي جايه من كل ما هو نباتي، اللي عندها اون اوريجين فيجيتال، يعني كيما الخضر، الفواكه، الحبوب، البقوليات، المكسرات الثانيه اللي نهضروا عليها، وعندها فوائد كبيره بزاف، ويعني معمره فوائد على الجسم ديالنا وعلى الصحه ديالنا على المدى القصير وعلى المدى الطويل. طيب جيهان، كي تقولي نلقاوها في المواد ولا خلينا نقولوا في التشكيم، يجينا من الفواكه. طيب وشنو هما بالك لي زاليمون ولا الحاجات اللي نلقاوها غنيه بالالياف واللي فيبر؟ لازم نفهموا باللي الالياف كما قلنا هي مواد تنتمي للنشويات، يعني نقدروا نشوفوها، لكن تنقسم الى قسمين ولا مجموعتين. عندنا الالياف اللي تذوب في الماء، يعني نعيطوا لها لي فيبر سوليوبل، وكاين الالياف اللي ما تذوبش كي سون انسوليوبل. طيب كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ لي فيبر سوليوبل هادو اللي يذوبوا في الماء، كي ناكلوهم ينتفخوا، كي يشربوا الماء ينتفخوا. لازم نركز على حاجه، كاين الناس بزاف اللي ياكلوا الالياف لكن ما يشربوش معاهم الماء، وهذا الشيء يعطي لهم لي في انفيرس، يعني يلقاو روحهم يتكونستيباو. فوالا، على خاطر الالياف اون جينيرال ناكلوهم خاطر يسهلوا لنا عمليه الهضم ويعاونوا الحركه تاع الامعاء ديالنا. دونك لي فيبر سوليبل هادوما اللي يذوبوا في الماء، اللي نلقاوهم في الخضر، في الفاكهه، يعني نلقاوها في التشينه، نلقاوها في التفاح، اللنجاس، نلقاوها في الخضر خاصه الورقيه كيما السلق، الخرشف، اكسيتيرا. دونك هادوما ينتفخوا في الكرش ديالنا ويعاونونا ويعاونوا الجسم ديالنا. اولا كينتفخوا يدوا مكان كبير في المعده تاعنا، يعني نشبعوا. ثانيا يقدروا يعدلوا نسبه الكوليسترول في الدم، على خاطر هاد الالياف كينتفخوا في المعده ديالنا راهم رايحين يمتصوا بعض المكونات اللي يكونوا في الجسم ديالنا كيما السكر والدهنيات، يعني لو موفي كوليسترول. دونك حنا كي نطرحوهم فيما بعد راح نتخلصوا من الكوليسترول الزايد ونتخلصوا من السكريات اللي تكون بزاف. على بها الناس اللي عندهم مرض السكري ولا عندهم الكوليسترول في الدم ديالهم عالي بزاف، ننصحوهم باش ياكلوا هاد لي فيبر ولا الالياف، خاصه الالياف اللي تذوب في الماء. دونك كما قلنا كاين هاد الالياف اللي تذوب في الماء، كاين الالياف اللي ما تذوبش. هذه هي وشنو هو يعني علاش لازم ناكلوها، على خاطر هاد الالياف صح ما راهيش رايحه تذوب في الماء، لكن تعاون عمليه الهضم، وراهي رايحه تخلصنا من مشاكل الناس اللي عندهم لا كونستيباسيون كرونيك، يعني يطولوا هما كونستيبي، تعاونهم باش تسرح لهم الجسم تاعهم، وتقدر تعاون لو ميكروبيوت ديالنا. على بالنا بلي في الامعاء ديالنا عندنا بعض البكتيريا اللي مليحه، وهضرنا عليها بزاف في فتره الكورونا، على خاطر هي اللي تعطينا مناعه للجسم ديالنا وتعاوننا باش نعززوا المناعه ديالنا. هاد الالياف راهي رايحه تغذي هاد البكتيريا الجيده، دونك نلقاو بلي مناعه تاعنا تتحسن، وثاني تقدر تخدم في الوقايه من بعض الامراض وبعض السرطانات كوم لو كونسير كولوريكتال، السرطان اللي يقدر يجي في الامعاء. انا حبيت نسقسيك على الالياف، اسكو كما سبق وقال صلاح هي يعني الياف طبيعيه، يعني تجي من الخضر والفواكه، اسكو الخضر مثلا كي نطيبوها ولا كي الباسون كويسون تفقد هذوك الالياف ولا يبقى؟ الوغ سا ديبون، كاين كيما نقدروا نهضروا على بعض الاغذيه اللي فيها بزاف الالياف، على البقوليات، العدس، اللوبيا، الحميصه، هذوما لازم ناكلوهم ماجوريتيرمون طايبين. صح، كيكونوا طايبين راهم رايحين يمدوا لنا كميه كبيره تاع الالياف، خاصه اللي تعاون بزاف الناس اللي عندهم مرض السكري، على خاطر كي ناكلوا حاجه حلوه ولا ماشي حلوه، يعني من مجموعه تاع النشويات، راه واش حيصرى في الجسم تاعنا؟ راح تكون ارتفاع لنسبه السكر في الدم ديالنا. حنايا ما عندناش مشكل، نقدروا نقولوا
الحمد لله. الناس اللي عندهم مرض السكري لازم يكون عندهم تعديل في هذه النسبه تاع السكر في الدم. واش اللي يعدلها؟ سي الالياف، خاصه الالياف اللي تدوب في الماء اللي هضرنا عليها. وثاني كاين الالياف اللي ما تدوبش في الماء، ثاني تتعاون بزاف وتكون غنيه بزاف، كيما النشويات الكامله كيما نشوفوا دوكا الرز، الارز البني، المقارون ثاني نشوفوها تتباع ثاني من القمح الكامل، الخبز، هذوما كامل ثاني يقدروا يعاونوا في تعديل نسبه السكر في الدم. وكيما قلت لك الاغذيه كي تطيب في اغلبيه الاحيان ما راهيش رايحه تفقد النسبه تاع الالياف، لكن الجسم تاعنا يقدر يتقبلها بلو فاسيلمون نقدر نقولها، خاطر كاين ناس اللي ما يحملوش الالياف كيما حنا، كاين كي ياكلوا الالياف يقدروا يلقاو عندهم دي بالونمون دي غاز ما يحملوهم. هنا ما نقول لهمش حبسوا الالياف ديريكتومون، خاطر الالياف كيما قلنا راهي رايحه تعاوننا بزاف. واش نقول لهم؟ نقول لهم طيبوهم، كلوها طايبه، حتى لو تحبوا تاكلوا فاكهه مثلا اللنجاص ولا التفاح، نقدروا نقول لهم الاحسن طيبوهم شويه وكلوهم، تقدروا يقدروا ما يضروكمش يعني. ممتاز. جيهان ابراهيم مختصه التغذيه اللي كيحضر معنا اليوم، كنت تكلمتي بلي لازم مع كي ناكلوا هذه الامور لازم دائما الماء معها، سي صح؟ ولو كان ما نشربوش الماء معها راح يكون نفخ، راح يكون فيه اضرار. حطت لنا يعني لي في انفيرس، على خاطر احنا والفنا كاين ناس بزاف كم قلنا بلي الالياف يشبعوا. واش ولاو يديروا؟ كاين بعض لي كومبليمون اليمونتير، مكملات غذائيه اللي ياكلوها فيها بزاف الالياف باش يشبعوا روحهم باش يشيانوا. لكن ما باهمش باللي كي ناكلوا بزاف يعني كميه كبيره تاع هاد الالياف يعني او ماجوريتي ماهمش حين يضرونا، لكن كي نكثروا منهم بزاف وخاصه ما نشربوش معاهم كميه تاع الماء اللي لازم تكون، واش حيصرك؟ شغل حيتحجروا. نعطي لكم مثال، يعني شابه هي عندها الشوفان، كنا قادرين نستعملوا الشوفان على خاطر الشوفان فيه الالياف، نحطوا الشوفان ونديروا له كميه مليحه تاع الماء، واش حيصرى؟ راح شغل يطرى، يولي طري. لو كان نحطوا فوالا، لو كان نحطوا الشوفان ونديروا له كميه صغيره تاع الماء واش يصرى؟ يتحجر، يشكل لنا كتله، وهذه هذا واش يصرى في الجسم ديالنا، في داخل الجسم ديالنا، ولهذا يصراو دي كونستيباسيون ويقدروا يصراو مشاكل كبيره بزاف. لهذا لازم نتعلموا انه الالياف يستحقوا الماء باش تكون اون فلويديتي في لو كور تاعنا. ما ماشي مشروبات غازيه وجو لا لا، هذوما ما عندهم حتى فايده، او كونترير نقدر نقول لك او كونترير، يعني المشروبات الغازيه اكسيتيرا راهم رايحين يعطلوا العمل تاع الالياف ويقدروا يشكلوا مشاكل كبيره على مستوى الرئتين اكسيتيرا. دونك لا لا، نهضروا دائما على الماء. ممتاز. تخي بيان. انا ثاني جاني سؤال دوكا على الفتره اللي رانا فيها تاع كورونا ومناعه واوميكرون هدايا المتحول الجديد كما تكلمنا انا وزهره في بادئ البرنامج، اللي راهو يقيس بزاف دراري صغار، الاطفال الصغار، وحنا على بالنا باللي بكل صراحه كاين اطفال صغار ما ياكلوش هاد الخضر والفواكه ما يحبوهاش. طيب جيهان اعطينا كيفاش نقدروا نعودوا اولادنا باش ياكلوا هاد الامور؟ صعيبه صح؟ صعيبه على خاطر على بالنا والفنا باللي الاطفال ما يحبوش ياكلوا كل ما هو اخضر، ما يحبوش ياكلوا. صحيح انه عندنا بالك سهوله اكثر مع الفاكهه باغابوغ للخضره، لانها حلوه. لا لانها حلوه ميم لي كولور عندهم نقدروا نلعبوا على الالوان. صحيح هاي شاف باهيه دارت لنا اليوم اون غوسيت وين دارت فيها لا سيتخوي وخباتها في لاسوب ما يشوفوهاش، هما المهم ما يشوفوهاش. لكن كما قلت لكم الالياف يعني ما نلقاوهاش غير في الخضر والفواكه. نلقاوها كما قلت لكم في المكسرات، لي زونفون جينيرال يحبوا هاد الحاجات، نلقاوها في النشويات الكامله. يعني فين ما نمدلو انا خبز بيض نقدر ندير ناطيلو دو بان كومبلي، ولا خبز عند خاله ولا تاع الشعير نولفوا بالعقل بالعقل. نقدروا ثاني نمدوا لهم كي نطيب انا المقارون، هو وين على بالي درت مقارون بيض نورمال اللي ما فين ناكلوها، ولا مقارون اوبلي كومبلي يعني من القمح الكامل. يعني هادو ما بعد تغييرات صغيره يقدر هو ما يتحسش من با الطفل، خاصه نعرفوا انه البوب كورن الفوشار فيه بزاف الياف، كي نديروا لهم بوب كورن هما لي زونفون يحبوا البوب كورن. ثاني لازم نعرفوا بلي البقوليات فيهم كميه كبيره بزاف تاع الالياف، نديروا لهم عدس، يوسوب تاع عدس ولا يوسوب تاع لوبيا ولا اي سا باس. انا حبيت نعاود نرجع فقط للسؤال ونديروه كسؤال اخير لانه عندك ارتباطات مهنيه. جيهان شرب الماء انت كاخصائيه تغذيه تحبت انه يكون قبل بوندون ولا بعد الاكل؟ هما بكري كانوا يقولوا بلي ما لازمش نشربوا الماء
في وسط الماكله وي. على خاطر راهي رايحه تعطل ولا كشغل التركيز تاع الانزيمات اللي يكونوا عندنا راهو رايح ينقص يعني ما توليش مركزه صح. وبهذا عمليه الهضم ما تكونش مليحه لكن دوك على حسب الابحاث والدراسات الجديده يقول لك ما كاش مشكل المهم تشرب الماء عندك عند الناس اللي عندهم مشكل تاع انوريكسي يعني رقاق بزاف ويشبعوا بالخف نقول لهم الاحسن ما تشربوش الماء قبل الماكله خاطر راح تعمروا كرشكم بالماء وبعد كي تلحقوا تاكلوا ما تاكلوش لكن على العموم تقدروا تقدروا تشربوا الماء وقت ما حبيت ولازم تشربوا الماء على الاقل 8 كيسان ماء في اليوم يعني هذا الاقل لو مينيموم وتحبوا تشربوا قبل بعد في الوسط تشربوا المهم تشربوا برك ما كاينش مشكل شكرا لك جيهان برهمي احدثي معنا في هذا الصباح نذكروا فيتامين جي على مواقع التواصل الاجتماعي يعطيك صحه كان موضوع مهم يعطيكم الصحه هذا شرف ليا شكرا لينا موضوع مهم وفي وقته لانه رانا في فتره عوده طلعت اعاده حاله اصابه بالكورونا ومازال هي كل حديث متواصل على هذا الظاهره يعطيك صحه جيهان شكرا لك شكرا لك بونجورني اذا المشاهدين الكرام تواصلي معكم في بقيه المحطات انا وصلاح دائما دونك نقول لكم في فاصل صغير لنا عوده باش نكملوا هذا العدد تاع نهار اليوم معليش انا حلت لي مع الاغنيه نسيت روحي عوده لكم مشاهدينا انتم اللي راكم معنا في صباح الشروق يعطيكم الصحه اللي دائما على الموعد ودائما حاضرين معنا في هذا البرنامج يوم الثلاثاء كالعاده خلف العدسه امينه ميلاس نعم مشاهدينا صباح الخير عليكم ككل ثلاثاء فقرة خلف العدسة أعلى مراتب الإنسانية هي الرأفة بالحيوان والامتنان للأشياء بهذه المقولة للكاتبة شيماء فؤاد نبدأ فقرتنا لنهار اليوم هو كائن أحيانا يكون أوفى من البشر وأحيانا يرعب شراسته البشر الشجاعة الولاء والقوة البدنية وغريزة الحماية العالية كلها صفات تجتمع في كائن واحد إنه الكلب معنا لنهار اليوم السيد مراد قاصد مروض ومدرب كلاب يتفضل معنا بضيف أيضا خاص لنهار اليوم دون شكرا شكرا تفضل مراد باقة جميلة لنهار اليوم جابها لنا هذا الكائن اللطيف اللطيف نوعا ما صباح الخير مراد صباح الخير كيف حالك لاباس الله يهنيك مرحبا بضيف اليوم ضيف مميز لنهار اليوم نعم اذا عشق مراد للكلاب كبر معاه منذ كان طفل صغير حتى وين انجز مأوى او بالاحرى مركز لترويض وتدريب الكلاب راح نشوفوا مع بعض في هذا الروبورتاج يوميات مراد داخل المركز ونعود نقوله الشجاعة الولاء القوة البدنية وغريزة الحماية العالية كلها صفات تجتمع في مخلوق واحد إنه الكلب عشق مراد للكلاب لازمه منذ صغره إلى أن تمكن من إنجاز هذا المركز الذي يضم مختلف أنواع الكلاب الشرسة منها واللطيفة مراد يشرف بنفسه على تجهيز وتفقد المركز من أعمال الصيانة والتنظيف والسقي لاستقبال الكلاب رفقة أصحابها ها
شنو لا سكوب هذيك لا مي غوش كلاك واعطيه عطيه. فعلا يقول المثل وطن الإنسان طبعه ووطن الحيوان سيدها. مراد يبدو أن المملكة اللي عملتها أو بالأحرى المركز يعد بمثابة وطن لهذه المخلوقات. يعني كيف جاتك الفكرة؟ يعني احكي لنا حكايتك مع ترويض الكلاب ومع تدريبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلاب تعلمتهم من صغري، من بكري من كنت صغير وأنا نحب الكلاب. مع الوقت كنت نقرا، كنت تما في وين نسكن في بوشاوي، كنت نشوف كلاب صغار نروح نلعب معاهم ايتو. يعني هذا جاني دوم من عند ربي سبحانه، نحب الكلاب نروح نلعب معاهم ايتو. كبرت درت اون ايدي في راسي باش ندير البروجي، وليت في الشارع تما عند الدار ندير سي كلاب ايتو. بعد بالعقل مع لو سيرفيس دي فوري درت لهم طلب، عطوني ديك قطعه الارض عطوني وراني خدام فيها صافي دوبي 22 والحمد لله. شكون شجعك؟ شكون وقف معاك من البدايه؟ ما فامي لي فوازان، الناس اللي يعرفوني. بون الناس اللي يعرفوني اللي كانوا يجيبوا لي لي شيان بور دريساج هما اللي شجعوني باش ندير الشيء هذا والحمد لله. طبعا اذا يقولوا انه كسب حيوان مراد في البيت ينحي القلق ستريس، يعني خاصه عند الاطفال. فمعظم الناس تلقاهم يربيوا قط ولا كلب ولا كيفاش؟ صحيح يعني هذا هي صحيحه. الكلب كيكون في الدار دوك نقارنوا احنا مع لي زورو فيها. شوفي لي زوروبيان في ديارهم عندهم كلاب، باسكو الكلب سي اون ثيرابي بور لانتريمان. نحيلوا لو ستريس، نحيلوا كلش. هذه خاصة واحد كيكون شوية مريض يخرج كلبه يدير به بلادي تو، ينحيلوا سي ديتون افيك. هذه كيما نعطيك أنا قصة صارت لواحد صاحبي عندي جي أنا ميامو صاحبي. عنده أختو شوية مريضة. كانوا كيدوها على الطبيب النفساني أشاك فوا يلقوا حالة تاعها يعني ما تحسنتش بزاف. جا لعندي ما دوموندي أن شو. قلت له انت تفهم البرجي المون يبا كي طاح لختو كراس لهذاك لو شو برجي المون هذاك اربع شهور من بعد كي داوها عند الطبيب تاعها شافها تحسنت تحسن جيد. كي سقسا قال لها كوز دان شيان، يعني الكلب هذاك شوف يعاونها في التحسن تاعها. صافي الميدسان قالها يعني كاين هناك تحسن. وي كاين اون اميليوراسيون. تخي بيان. لكن لكسب حيوان او بالاحرى كلب يطلب منا مراد ان نعطوه الوقت الكافي ومام ايضا المساحه الكافيه. كيف؟ با كي يكون كلب حجمه كبير ما يقدرش تربي ان شيان دون ان ستوديو ولا دون ان اف 2 ولا حاجه. بون ان كانيش بو يقدر يدير ان كانيش دون ان ستوديو باسكو حجمه ماشي كبير. مي كونت يساجي دان روتفيلر دان بيرجي المون دان مالينوا يلزم ان اسباس. سينو تخليه في الدار هذيك الانرجي هذيك دوفيان اغريسيف. هذيك لازم تخرجيه، لازم تعتني به باسكو الكلب لازم او موا باغ جور يخرج ساعه برا. دير سكو نابيل اون بالاد دو ديتونت، يسو ديتون، ينحي الانرجي اللي فيها باش يقعد توجور كالم. ميم ايضا الوقت كاين ناس خدامين توت لا جورني صافي ما عندوش الوقت انه يقعد مع الكلب تاعو، ما يقدرش يخليه وحده يوم كامل ولا كيفاش؟ لازم بوت اسمحي لي بوت سي فوالا ارونشوا اسي اسي مون شير. لازم الكلب لازم يخرج، لازم تخرجيه باش تعلمي له يدير سي بيزوان برا ايتو. بون برا ماشي اي في اي مكان يعني اماكن مخصصه. نعم هايليك باش كي شي باسكو كيف كي يخرج يشوف الغاشي قدامه ايتو اي دوبيان سوسيابل اسي ما يوليش اغريسيف. هايليك بور لوي سيدير كي يشوف انسان يتعلم عليهم ايتو من صغره غدوه كي يكبر يشوف انسان ما يشوفوش كخطر. نعم هايليك يشوفو كانسان يعني ني با سا بريزونس نو لي كونس با بروبليم. اي دوفيان سو كون ابيل لا سوسيابيتي دوفيان سوسيال. اذا علاقتك انت علاقه مميزه، يعني يقدر يحسب يقدر هذا كاين حركات ربما تامر بها مباشره يعملها كيفاش؟ هذا كل دربته راني بديت الاج دو 5 مو بديت دريساج في عمره 5 شهور ودوك راه عنده سنه في عمره. اسي توا بوتس جيسي اسي توا عنده سنه يعني اون اني وراه مدرب مليح يدير كل شيء. يعني بون هذا سي ان شيك كي في سو كون ابيل لو رينغ. اي ان بروغرام كي سابيل لو رينغ فرونسي une discipline هذا اللي في اذا كي تشوفيه. بون ما نقدرش ندير لك انا نوعه يقولوا مالينوا هذا بلجيكي يعني لو بيرجي باج مالينوا.
يدير سكون ابل لا ديسيبلين رينغ ان بروغرام فرونسي. بون لهنا ما غاديش نوريها لك باسكو يزملي لو ميتر اسيستون معايا. فوالا كون نجيو لا وجو ترافاي تشوفي لوم داتاك بالكوستيم ويتو هذا نبعثو يروح يعرض نعيط له يجي نحبسو يحبس يدير لا كارد اوبجي يدير لو باركور كومبلي يدير كيما شتي دوكا في التلفزيون في المركز. نعم. وشنو هما انواع الكلاب اللي عاده يحبذوها الناس؟ معظم الناس يشريوا ربما الراعي الالماني اللي اسمه بيرجي المون. معظم الناس يشريوا كلاب يعني يخيروا الاصناف تاع الحراسه. دوكا في الوقت الحالي كاين لو شيان ريسكي هذاك كي على مود وكاين هذا المالينو اسيتوا بوت كاين هذا المالينو ثاني اللي على مود بون شينو ان الجيري باسكو سي ان شي كي ابول ترافاي سي ان شي ديوتيليتي كاين هو كاين لو غوتفيلر كاين لو بيرجي المون لو دوبرمان اي سيتو. اذا تختلف حكايه اقتناء كلب مراد من شخص الاخر يعني كاين اللي حاب يشريه باش يونسو في البيت كاين اللي يشريه باكزومبل انه للحراسه كاين اللي يتباهى به كيفاش يعني هاد لي كا جازوا عليك؟ كاين انسان صح كاين اللي يكون مضرور باغيزومبل تسرقوه ولا حاجه يسحق ان شيان بور لا كارد يجي يشري كلب مالينوا كيما هذا مدرسي ولا يشري ان بيرجي مدرسي كي سيدير ان شيان اوبيراسيونيل وكاين اللي يحب يشري ان شيان جوست بور سون بليزير يدور به هكذا البليزير تاعو راهو مع الكلب هذا بون حتى انه يعني يبدل لو مود دو في تاع الشخص هذاك تاع الانسان قبل ما يكسب كلب وبعد ما كسبه. نو كي يكون ما عندكش كلب من بعد كي تكسبي ان شيان كي يقعد عندك ان شيان انيمال دو في جينيرال بون حنا نهضروا صديق على لو شيان مي لي زانيمو دو في جينيرال ان شيان على ميزون كي يكون عندك يبدل لك ميم حياتك تخرجي برا باسكو دوك نشوفوا الوقت الحالي رانا فيه كاين الناس بزاف يعني ليتر هيومي ديفوني دونجورو بون ماشي كاع الناس حاشا اللي ما يسالهاش معظم الناس يولوا ولا فيها الخداع ولا فيها كل شيء الو بريفير ديتر افيك ان شيان يقول لك اللي فيدال ناكلو ونشربو لي ريكونيسونس سي سا يعني يلقى راحته اكثر من صديق ربما وي ولو شيان ديجا هو لوي ميم سي اون ثيرابي بور ليتر هيومي ديجا لو فات كي تخرجي كلب تروحي دون اون فوري ديري بلاد افيك مورالمون يريحك هايلي فاش يقول لك اعطيني ولا سوسي ولا سلا سيدي الكلب راه يمشي معاك واش تقولي له دير يلعب معاك يلعب سيدي بسيجيك مو يكالميك هايلي خاصة انه كاين كاين ناس بدلوا نظرتهم كاين كما عندك في المركز مساحة وين كل نهاية اسبوع يجيو الناس باش يشوفوا تدريبات وكل شيء يعجبهم الحال يعني يبدلوا نظرتهم للكائن هذا بون انا دير لاكسي دير لاكسي تاع السونتر تاعي ديرها غراتويت يعني باطل اللي يحب يجي لي ويكاند باسكو اون في لو دريساج كوليكتيف نديرو التدريب الجماعي كاين بون اللي يجيب كلبه بور الدريساج اللي يدربو وكاين اللي يجي اون فامي مع ولادو كاين يجي يشوف هكذا غراتويت مو يشوف في لا ميزي حتى يصيب روحو شاري كلب ويجي هو يدربو ثاني. نعم. إذا هو لياقة بدنية، خفة في الحركة، وأيضا قوة في التركيز. كل هذه هي عبارة عن أنماط تدريبية، دفاعية وهجومية، تتطلب مهارات. إذا في هذا الروبورتاج راح نشوفوا بعض من التدريبات داخل المركز ونعاودوا نقولوا. بويكا من الكلاب المتميزة داخل المركز، لياقة بدنية، خفة في الحركة، وقوة في التركيز. يقوم المدرب بتلقين الكلاب أنماطا دفاعية وهجومية حسب ما يطلبه الزبون وتختلف حسب نوع الكلب.
نعم فعلا كل هذه التدريبات وبالاحرى كي نشوفوا هذه التدريبات ما ناخذوش فكره يعني القسوه او العنف على هذه الكائنات، وانما احيانا تعلمنا يعني فعلا معنى الانسانيه. مراد نعم يمكن الحكم على شخصيه الانسان يعني الحقيقيه من خلال الطريقه اللي يعامل بها الحيوانات معظم الاوقات، يعني واحد كي نشوفه يعامل الحيوان برفق معناته هذاك الانسان اوفون داخل يعني انسان مليح، ولكن لو كان يعامله بقسوه يعني صحيح هذا المقوله؟ كاين ناس اللي يجيبوا كلاب يربيه يربيه بالعنف، يخرجوا برا يدير به لي كومبا مع كلاب يضربوا ضرب يعني مبرح، وكاين دوطخ يربي كلب تشوفيه مربيه تي ما تتقيش الحنينه معاه يدير له واش يحب. لكن كي شفنا دوك الان الروبورتاج تدريبات هذيك بطريقه ربما قاسيه، ولكن هي يعني تكتيكات استراتيجيه خاصه بتدريب الكلاب يعني كلها مدروسه. نو الكلب بوندون دريساج بون كاين دي 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 زيكزارسيس ديريهم يعني بالعقل، ديريهم تروحي معاه غير بالعقل. وكاين دوك كيما نقولوا لو موردون، كيكون الكلب في المومون تاع اللي يتعلمه يعض يدوفيان فيروس يولي شرس، تما لازم تكوني دير معاه شويه. اذا بصفه دوريه شفناكم ايضا تجيبوا بياطره انهم يفيريفيو ولا يعالجوا الكلاب اللي عندكم يعني بصفه دوريه ولا كل واحد نو هي كي كان باغ اكزومبل يجينا كليون جبنا كلب نشوفوا انا هكذا دو في جينيرال سيدير لو كو لو بريمي كو داي نشوف لاش الا شكيت فيه باللي عنده اون مالادي ولا الا ان بروبليم نسقسي صاحب الكلب نقول له الكلب تاعك ديه للبيطاري، ولا قال لي ما نعرفش وكذا وكذا عندنا بيطري نخدموا معاه نعيطوا له سوا نديه له انا ولا يديه له مولاه ولا البيطري هو يسدي بلاصه يجي لعندنا. نعم هاي واش رايك مراد في الناس اللي يتباهى بالكلاب الشرسه برا؟ يعني كاين معظم الناس شغل يشتكيوا من هذيك التصرفات. ربما انت كمدرب ولا في هذا المجال تمقت هذيك التصرفات تاع كما قلت لنا مقبل انه في 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 اماكن عموميه يطلقوا كلابهم بدون يعني حمايه، ولا واش تقدر تقول لهم من هذا المنبر؟ واش نقول لهم؟ كاين ناس عنده تسيبيه باغ اكزومبل في لابلاج حاكم ان مولوس ان روتفيلور حاكم ان بيتبول ان ستاف امريكان دوغ ارجنتان سيدير دي شين لي دو كرون كاباري دايروا في وسط الغاشي قدام الدراري الصغار قدام لي فامي وما على بالوش لو ريسك اللي راهو يلعب فيه. باسكو يقدر كلب كيما هذاك يصدم على طفل صغير طفله صغيره على اون فام يقدر باغ اكزومبل يعضها يباراليزيها يقيس لها الناس يشوف يقيس لها الناس تروح يولي في ورطه كبيره. صرات كثير مش... يعني من الحوادث صراو دي زاكسيدون كيما تحكم يولي اللور واحد ست سنين لافير تاع بومرداس لو فيلر اللي قتل طفل صغير في ستاد. بون هذيك ماشي لافو تاع الكلب، الكلب الا في سون ترافاي كان حارس ستاد كلب يعيش ستاد انا طفل ان غوست دخل ستاد بور لي سي كان اترونجي انسان غريب راح هجم عليه عضو هنا يعني لو بريمي سيدير لو بريمي كونسيرني سي لو بروبريتير تاعو اللي داروا الكلب طلقوا في ستاد، وعلى بالو ستاد سي مكان عمومي يجي ليه اي انسان. اذا انت راك تمد يعني في رسائل هذو الناس والله نمدوا لهم نمدوا لهم رسائل نقول لهم ردوا بالكم برا ديروا لي ميزوليار للكلاب كما مات ديروا كلابكم في اماكن عموميه، ولازم ثاني الدوله تاعنا يعني نهضر على السيرفيس دو سيكوريتي الشرطه والدرك يلعبوا الدور تاعهم ثاني كي يشوفوا انسان برا يمشي بكلب في مكان عمومي بلا كمامه بلا حتى شيء نورمالمون هذاك سوا يحكموه يديروا له بروسي ولا يسيزوا له كلب يدوه لافوريا كانين عندنا اون فوريا كانين يدوه تما يحجزوه ديريكت باسكو دور يمكن في مكان عمومي سيتي غير لائق غير لائق نعم ميم فيزافي سيدير فيزافي لا سوسيتي تاعنا فيزافي لي زيتخونجي اللي كاين هنايا دونك تشوفي ان اوروبي يشوف كلب في بحر يلعب قدام الناس غود فيلر كي باز 45 كيلو سيدي ياخذ صوره ماشي مليحه علينا هايديك. اذا نشكرك على المجهودات اللي راك تعمل فيها مراد، اعطينا يعني مشاريعك المستقبليه ولا ربما يعني كلمه راك حاب تقولها. والله المشروع تاعي يعني المشروع الاميه تاعي نتوسع نوسع في الخدمه تاعي يعني في الخدمه تاعي نوسع فيها في الاكسبيريونس تاعي تو ونعلم ناس باش يولوا يخدموا هذا الشيء باسكو المهنه يعني سيتون اكتيفيتي فريمون نبيله هايله هايليك هذا مكان. نشكرك على حضورك اليوم مراد وعلى معلوماتك القيمه ونشكر ايضا ضيفنا اليوم وقيل راه نعسان يعني قضناه بكري اليوم اي وي ما دعست اصبح نعم نشكره ايضا على الباقه حبيبي وسيلو ايه نشطوا لنا شويه اليوم يس اسي اي ماشي اي بوتس ان بليس ان اي جو تو بار ان بليس ان اي ان بليس ان نو نو جي دي ان بليس ان بوتس فيان بار لا فيان 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 ماشي Bien, assis-toi.
ربما راه ستريس واقيلا من الاضاءه والبلاتو. بوتس ابيزا علي ابيزا علي ابيزا لي اول ابيزا علي ماشي وقيلا حاب ياكل يزف. ولا يزف نقدر نوقف معليش طبعا خذ راحتك مراد اسي توا بوتس ابيزا نو جي دي ابيزا علي فازي فازي كونت خذ ماشي نال ابيزا Très bien. Ah ouais. Deux. C'est égal à deux. Ouais, c'est égal à deux. Bien sûr. Put. Trois plus deux. Trois plus deux. والله شيء غريب يا معناته خمسة تساوي خمسة. أسي. زيد هذا غلط؟ طبعا تفضل. راح أبوت. 8 بليز 2. سبحان الله سبحان الله 10 عندي انا راه 10 سبحان الله بيتكم بحرية لا 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 اسي اسي هيا فين بو هيا كبري بسمة نو نو كبري هيا نو كبري ها كبري مليح كبري فين بو هيا فين بو كبري ابوا ابوا اسي كبري كبري ابوا تري بيان هيا ديسون اسي توا اسي نو نو اسي في البول هذا مون شير تري بيان ما تخافيش امينه ما تخافيش لا ما تخافيش ما يديرك والو لا راح لي الخوف ولفتو صراحه ولفتو يعطيك الصحة يعطيك الصحة الله يبارك تفضل مراد نشكرك على حضورك هذا على الكادو على الباقة الورد اللي جابها لنا بوت اسمه بوت ابو جاي نشكرك على الباقة على حضورك الله يسلمك نتمنى لك يعني التوفيق ان شاء الله في المجال هذا مجال ترويج الكلاب ان شاء الله اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام فقرتنا لنهار اليوم فقرة خلف العدسة مع موضوع ترويض وتدريب الكلاب راح ننقل الكلمة لأجمل ثنائي طبعا في البلاطو اللي هو صلاح وزهرة شكرا لك أمينة دائما يعطيك الصحة اختيارك للمواضيع وحتى الضيوف تاعك يجونا دائما وانا نحب نسألهم أسئلة صغيرة سي مراد أنا دائما ملي كنت صغير كنت حاب هذا الأمر وأنه ردي كلاب ولكن ضيق في الدار يما قالت لي خير ينتهي الكلب لأنه ضيق ولكن عندي سؤال لما طبعا. انسان هكذا عنده رغبه انه يقتني كلب ويجيبه يتدرب على يدك شحال العمر تاع الكلب اللي لازم يجيبه لك وشحال المده تاع التدريب ديالو حتى يكون جاهز كيما بوت اول حاجه واش من نوع تاع الكلب لازم اي 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 نوع لا لازم معظمهم برجي المون نقولوا برجي يلا ألمون. هذا هو المتداول هي دو بريفيرونس يكون في عمره 4 5 مو صح طيب دو 4 5 مو جوسكا ان اون Il subit un débourrage après un perfectionnement qui est kima hada, qui est bien dressé. Bad le propriétaire terrien, le mouleur, il a dit qu'il y a un recyclage. Il dit qu'il y a un recyclage. Il y a à chaque fois, il dit qu'il y a un recyclage. Parce qu'il y a un انا 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 من الناس اللي كما قلت تحب النوع تاع الكلاب الهاسكي السيبيري هذاك ولكن الظروف المناخيه في الجزائر ما تساعدوش يعني صعيبه لا لا ما عندوش في الروبورتاج صح لا لا عندك هو في الصيف باكي يعاني شويه باسكو سخانه سي نورمال صح مي في الصيف تدير البحر دوش له باغ اكزومبل شاك جور دوش له ما عنده حتى مشكل وشحال العمر تاعو لازم يجي يتدرب فيه وكيما قلت لنا؟ 4 شهور كذلك شحال مده التدريب؟ مده التدريب ما عندوش ليميت اوكي انت تشوف بلي هو جاهز هذا دوك اسمح لي دوك تفضل دوك تشوف باغ اكزومبل تشوف كلب اللي تاع لا كارد لا ديفونس اي تو هذاك يقعد شاك فوا سي دي بوندون 6 ans هو يدرب ممتاز هايلك باسكو كاين بوكو دو شوز ابروند فهمتني دونك تحوس ان شيان دو كومبان ان شيان دو كومبان شي باغ اكزومبل ان شيان دو كومبان اللي تعلم سي دير تعلمو اللي توالفو يخرج معاك برا تحوس به اي تو هذاك او بو دو 2 3 mois يتعلم باسكو ما فيهاش حوايج بزاف كبار Est-ce que le dressage, on va dire, une facilité ou une souplesse entre mâles et femelles ou les derbous de la même manière Entre le chien et la chienne. Est-ce qu'on est le plus facile ou le plus réactif le dressage Les deux. Parce que les deux, c'est des chiens. Non, mais la femelle, elle est plus agressive que le Non, la femelle, elle est agressive pendant, quand elle a des chiots. Elle protège sa meute, ses chiots. D'accord. C'est comme une maman qui protège ses enfants.
سي لا ميم شوز يعني الجراء ديالها. ميرسي بوكو. الله يسلمك طول عمرك. الله يسلمك. بون جورني وشكرا على الحضور. بارك الله فيك. شكرا لك امينه كذلك. شكرا دائما بتلاقينا مواضيع مهمه. شكرا للسيمو القاسم اللي كان حاضر معنا في هذا الصباح. يعطيكم الصحه انتم كذلك مشاهدينا لكم باقيين معنا في عرضنا لنهار اليوم. مازال مواضيع اخرى راهي جايتكم. نعتذر انه طبيبك في دارك نهار اليوم مع اخصائيه النفسانيه ديالنا سميه الطراوي ما حش تكون في الموعد لنا اليوم. نتمنوا الشفاء العاجل للدكتوره اللي دائما ما تنورنا بحضورها ولكن نعم. اليوم صحتها قالت اعتذرت على حضورها نعم. لاسباب صحيه. بشفى عليك سميه تتراوي وان شاء الله نلقاوك في اقرب الاجال ان شاء الله ما تغيبيش علينا بزاف. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله يا رب. اذا المشاهدين الكرام متواصلين مع ذلك بقيه المحطات نعود نلقاكم مباشره من بعد هذا الفاصل. لكم مشاهدينا أغنى نغام الأغنية الشوية في هذا الصباح من صباح الشروق عدد جديد اللي نتمنى أنه يكون فاتكم وجاب لكم العديد من المعلومات فيما يخص التغذية فيما يخص موضوع اللي كانت ناولته أمينة ميلاس في خلف العدسة فيما يخص ترويض الكلاب. عاونوا لنا الكوزينة مع الشيف بهية حتى نشوفوا هنا يلحق الأمور. شيف وين يلحق لي كوكيز هم طيبين تعرفوكم دابا ولا لو حسام يتبعني هنايا سيب هادي راهي وجدت هادي وجدة مي راهي تبرد مازال باش نحطها تري بيان ولا ومازال مازال حاجة أخرى راهي في التحضير. الآن نروحوا لفقرة اللي تحبها زهرة وعليها نقول زهرة تعودوا لي ليك تفضلي. ميرسي عايشك. دونك مشاهدينا الكرام دونك كما راكم تشوفوا راني هنا كاهينة معايا تو اوتوماتيكمون فقرة طلتك أجمل بعد هاد الجينجل. هنا بونجور صباح الخير زهرة. صباح الحمد لله. صباح الحمد لله. صباح الخير عليكم. خويا ما كوني اجمل عفوا كوني اجمل فقره دونك كهنا وجبتي لنا اليوم انه نشوف في خلطه طبيعيه كما ولفت لكم تري بيان ما قلتش حبي واش حدير لنا اليوم جبت لكم خلطه طبيعيه تاع الخيار. داكور فوالا الخيار على بالنا باللي غني عن التعريف فيه بزاف فيتامينات الناس بزاف يحبوه وفيه فوائد بزاف كبيره للبشره تاعنا. تري بيان. الخيار كاينه كما على بالنا حنا بوكو بلوس تستعملوه في ليسيرن. وي. تري بيان. دونك اليوم راح تجيب لنا يمكن طريقه جديده ولا خاطر. نستعملوه في ليسيرن، نستعملوه في لي بوش اوسي اللي عندهم لي بوش، اللي عندهم لابو ديلاتي، اللي عندهم كيش يقولوا المسامات مفتوحه، ثاني مليحه ليها. او راح يوحد لي لون البشره ثاني، وراح يعطيني انفو دوس. فوالا. فيه بزاف فوائد قلت لك الخيار غني عن التعريف وي بيان سور دايوغ بزاف مستحضرات التجميل نلقاوهم مخدومين بالخيار فوالا كاين حتى اللي يحطوه في عينيهم وبعد تقرمشها اخرى تعجبت نوز تفضل فوالا اليوم بون جبنا الخيار نحكموا بون سا ديبون كل خياره كيفاش كاين تلقايها كبيره كاين صغيره صافي الكل ما نقدرش نعطي لكم اكزاكت وشنو توجور الخياره تاعي نشللها نديرها بقشورها نربيوها فوالا نربيها بزاف فوالا تعطيني هاد فوالا نربيها بها بقشورها نصفيها بالكومبريس ولا بصفايه ولا واش عندي في الدار نصفيها يعني نسحق انا هذاك لو جو تاعها داكور فوالا نسحق هذاك لو جو تاعها والقشور تاعها ما نرميهش نديرو في لي بوش دي غلاسون انا نسيت لو كان نعيمه تجيبها لي نخليتها في الكونجيلاتور تري بيان فوالا من فضلك نعيمه جيبها لنا فوالا راه فيها فوالا هذاك هذا القشور تاعها ما نرميهش نخلو فيها جيب لنا ان بانسو بلا فوفا من فضلك تري بيان فوالا القشور تاعها نديروه دو كوتي نديروه في لي بوش دي غلاسون نحطوه في الكونجيلاتور تو لي سوار نحكمو ان غلاسون ونديروه في لو كونتور دي زيو تري بيان لو كونتور كاع لو فيزاج ديجا كاين هنا على بالك كي نديرو حاجه بارده نحس تحس وجهك قاعد فوالا فوالا والحاجه المليحه في الخيار انه غني بالماء وحنا البشره تاعنا تحق بزاف الماء فوالا كو ساسوا نشربوها علاش البشره تاعنا تحق بزاف الماء باش ما تنشفش فوالا كي تنشف البشره تاعنا تما اللي يولوا عندنا لي غيد سورتو كاين اللي عندهم لي غيد ديكسبرسيون باغ اكزومبل كي تهضري ولا تضحكي ولا سي دي غيد ديكسبرسيون تلقايها في عمرها 20 ولا عندها لي غيد ديكسبرسيون دونك هادي يمكن خاصتها اون ايدغاتاسيون فوالا يفو ايدغاتي لابو يفو ايدغاتي لابو فوالا حنا واش خيرنا واش الماسك اللي اخترته لكم اليوم لو جو تاع لو كونكومبر فوالا
نخلطوه مع شويه جو سي با شحال يخرج لي فوالا هذاك لو ليكيد اللي يخرج لي توجور ندير النص تاعو نص تاعو تاع الحليب نزيد له شويه تاع الحليب ونزيد له نص مغرفه تاع لا مايزينا فوالا نتحصل على هذا الخليط فوالا نتحصل على ان ماسك اتونسيون ماسك فوالا نتحصلوا على هذا لو ماسك شي باسك يبان في لا كاميرا فوالا هاد لو ماسك نابليك اون لابليكون فوالا اوكي ميرسي صلاح يعطيك الصحه فوالا اه تري بيان فوالا هاد القشور فوالا ما حبيتش نرميها كانوا في الكونجيلاتور فوالا نديرهم في لي بوش دي غلاسون ونديرهم اون ابليكون تو لي سوار كاع لو كونتور دي زيو كاع لو فيزاج ميم وحده اللي عندها قلت لك لي بور مفتوحين بزاف كي يكونوا نو ما عندكش نعرفك سون ماكياج ما عندكش زهره فوالا اعطيني ان بانسو فوالا ميرسي ا توا هذا سي ان ماسك نقدروا ميم الما تاع الخيار نستعملوه ثاني طلع لي راسك الما تاع الخيار نستعملوه وحده ثاني نديرو ان كوتون ديسك نديرو في لو كونتور دي زيو او راح يعطيني بشره صافيه جد صافية خايفة على شعرك يسرى ما تضحكيش يسرى باسكو توجور نقول لهم كي نديرو ان ماسك يفو با فيغ دي غريماس مي سي انا لا فوتي فوالا انا اللي بروفوكيتها باش تاكد فوالا وحدة اللي عندها الحب وحدة اللي عندها كيما نقولو دي سيكاتريس اوسي تاني مليح لي سيكاتريس وشنو توجور لي ماسك لا بافيت هذه على بالي بلي انت لا تيتي تاع كوفيد مي معليش خفت فوالا اون ابليكون علاش مليح هاد لو ماسك حنا لي ماسك اللي نديروهم توجور اون ايفيتون لو كونتور دي زيو هذا لا لا هذا نقدروا نديروه ميم في لو كونتور دي زيو باسكو ديجا وحده اللي عندها قلت لك لي سيرن ولا لي بوش مليح ليها تري بيان ولا وحده اللي تعجز وما تقدرش دير هاد الوصفه اللي عطيت لها تقدر تابلي تقدر دير ان بو دياورت ناتور مع الماء تاع الخيار فوالا وتابليكيه في لو فيزاج تاعها وشنو يفو لازم هاد لو ماسك تخليه حتى ينشف اوكي حتى ينشف وما يتمسحش لازم يتغسل يفو لافي لو كو كاين بزاف تلقاهم هنا لا ماشي لا ميم كولور باسكو جامي يديروا لو كو تاعهم يديروش في لو كو توجور ميم في الميك اب ميم في الماكياج توجور لو كو مع لو فيزاج يروح تري بيان فوالا قلت لك هاد لو هاد لو ماسك اللي جبتو اليوم نقدروا نديروه تو تيب دو بو كاع جميع انواع البشره قلت لك جميع مستحضرات التجميل نلقاوهم مخدومين بالخيار بصح دي فوا يزيدوا لهم دي فوا دي برودوي كيميك كاين اللي اليرجيك ما تحملش الكول ولا صافي يفو ميو وحده دير هكذا عفسه ناتوريل يا با ميو تري فوالا انا نحب طبيعي زهره يا خاله بالك بلي جادوغ القهوي نقول لهم الا ما نفعاتكش ماهيش حضرتك اكزاكتومون وثاني معروف عليك الخلطات هذو اللي انا بيرسونيلمون ندير الخلطات نتاعك الله يسلمك سي فريمون ريوسي دونك لو طون دو بوز نتاعها كيما تقعد شوفي سا ديبون كش يقولوا الرطوبه تاع فوالا وين رانا فوالا كيما هنايا شويه سخانه دوك على بالي بلي طول باش ينشف لها وما يتمسحش يفو لافي ديريكتومون افيك دو لو تياد نغسلو بالماء دافي بالماء دافي من بعد والقشور من بعد نغسلو بالماء دافي سي بون سي بون سي ان ماسك اوكي تقدري ديري ان قوماج قبلو يا اخي ما كان ندير لكم دي قوماج بالسكر زيت زيتون ولا تقدري ديري ان قوماج مقشر تنحي كاع لي زامبيغتي ومن بعد ديري لو ماسك باسكو هذا لو ماسك راح يفا يفا غوسيغي لي بور حيزير لي بور حيعطيني اون بوليس دوس اكلاتونت تبان اون بون مين قلت لك ميم لي سيرن مليح بزاف ليها تري بيان فوالا حاجه واحده اخرى ثاني قلت لك هذا ثاني بزاف مليح ما لازمش نرموه القشور تاع الخيار ما نرموهش نديرو في لي بوش دي غلاسون انا دايوغ راني دايرتها في الدار تو لي سوار تحكمي لي غلاسون ميم لو ماتان ميم لو ماتان مليحه سي تري بون بور لا سونتي والله سورتو بور لو كونتور دي زيو وحده اللي عندها لي بوش ولا لي سيرن سي فري كو لي سيرن ما عندهمش دواهم شوفي كيما قال لك كاع واش نديرو كاع يفو لو غوبو وشنو يفو كيش يقولوا دي مينوي تنقصي شويه من الكحوليه هذيك تاع لي سان اكزاكتومون غير الكحوليه قلتي سي تو فوالا والماء تاع الماء تاع الخيار ثاني مليح ثاني بوغ لا شوت شوفو اه داكور وي مليح بزاف بوغ لا شوت شوفو اون بليس سي ان اكتيفاتور دو بوغ بوسي لي شوفو شو غادي اكتيفي في لا بوسي دي شوفو تري بيان فوالا سي ان الماء تاع الخيار بزاف مليح فوالا يفو ماسي وتخليه بوندون اون اون بعد تشليه تري بيان
غنسي برك افيك دو لوتياد وخلاص. اوكي ميرسي. يسلمك ميرسي. لا يسلمك. سي فريمون امبورطون ودائما كما قلتي يبقاو الخلطات الطبيعيه. يابانيو. اكزاكتومون. يابانيو خير من لي كريم. بيان سور. كاين دي كريم ملاح. كاين دي كريم. ما عندهاش ان بيدجي ولا تسلك روحك. ما عندهاش ان بيدجي ميم دي فوا ميم دي فوا وحده عندها اون بو زعما سونسيبل ولا ميم لي كريم هذوك حين يضروها. صح. باسكو المستحضرات قلت لك واش كاين فيهم الكول اي تو ديجا الكول اي بروفوك بزاف عفايس فهمتيني ديجا هذا فيه فيتامينات فيه الالياف ثاني الالياف اللي وراء اللي شغل ضد بعيد الشر مرض سرطان الجلد سرطان الجلد فوالا الالياف اللي حكينا عليهم ثاني مع جيهان فوالا دونك شكرا كهيلا الله يسلمك ميرسي بوكو نتلاقاو يمكن الاسبوع المقبل مع تدابير اخرى ان شاء الله مع كبسولات اللي مالا ان شاء الله نقول لك بلي تو ادورابل بهذ لا كولور ربي يحفظك تاوسي ما شيري يعيشك ميرسي بوكو يعطيك الصحه ميرسي يعطيكم الصحة نعم تفضل نقول لهم يعطيهم الصحة في عدد آخر إن شاء الله نجيب لهم وصفة جديدة إن شاء الله شكرا لك إن شاء الله ميرسي كانت معنا كهنة دانيا في كوني أجمل نعاود نرجع لك صلاح فضل. شكرا زهرة شكرا لكهنة اللي كانت تعطينا هذه الطريقة في هذا الصباح في انتظار اتصالاتكم بمشاهدينا على المباشر حتى تتفاعلوا معنا في واحد الموضوع اللي خيرناه باش نتكلموا عليه في نهار اليوم زهرة لو تلتحقي بيا الحديث عليه لأنه رانا في وقت اللي خلينا نقولوا 2022 هذا الجهاز الصغير ما ولاش يخطينا دائما في اليد حتى في التطبيقات مختلف التطبيقات اللي شوف انا ما نجيش حتى في التليفون تجيبي الهدف هاوليك الرقم تاعنا على المباشر 023 70 92 94 تدخلوا معنا على المباشر حتى نحكوا على موضوع مهم اللي كانت زميلتنا سيده حفيديه نزلت للشارع الجزائري ورصدت آراء المواطنين حول رأيهم على هذا الجهاز الصغير استعمالاته وهما بصورة شخصية هل يستعملوه بزاف إذا يستعملوه بزاف وشنو هي التطبيقات اللي يدولوا عليها بزاف شاهدوا هاد الآراء ونعود نرجعوا شحال عندك من تليفون؟ واحد عندي واحد فيه وحدة حر هذا التليفون فيه فيش وحدة تليفونات كهرباء عندي فيهم بيس بيس وعندي زوز فيسبوكات فيسبوكات زوج عندي علاه يعني زوز علاه نستخدم واحد تاعي بيرسونال نحط فيه تصاور تاعي والوحيد والاخر كوميرسون دايرو عندي واحد شحال فيه من بيس؟ فيه دو بيس عندي واحد طيب الواحد هذا شحال فيه من بيس؟ واحدة واحد واحد شحال عندك من بيس في التليفون هذا؟ زوج واحد نعيط به تاع صحابي واحد هكا وواحد تاع لا فامي شحال عندك من تليفون؟ زوج صح زوج هذا واش ديري بهم؟ واحد نكونيكتي به واحد نعيط به اتصالات هكا واش تفضل انت يا فيسبوك انستغرام اي كونت يعني اي موقع تواصل اجتماعي اللي تفضله؟ انستا انستغرام شحال عندك من ابوني؟ عندي واحد 800 هكذاك 880 هكذاك صحابي هكذا نعرفهم كاين لي ابونوني ما نعرفهمش كل خطرة وكيفها عندي كامل المواقع الاجتماعية بصح نفضل فيسبوك نستعمله بكثرة أنا ما نستعملوش نستعمل فيسبوك ما عنديش لي جام بزاف ديجا أصدقاء مانيش دايرة بزاف غير اللي نعرفهم برك انستغرام غير هو اللي ما دناوش ليه بيراطاج فيسبوك بيراطاج سناب بيراطاج غير هو اللي ما دناوش عندي فيسبوك فيسبوك برك داير وانا خدمة برك نخدم به تجارة إلكترونية نشري سلعة باسكو أنا ساكن فيه أضرار وباش نشري السلعه هكا على عيني بعيده بزاف ثم سي اوبليجي تاع في لي غروسيس ما شاء الله نستعمل انستغرام فيسبوك مين داك هكا لا فامي صحابي شويه هكا نهضر معاهم بصح انستغرام ما نخدم فيه طيب الانستغرام شحال عندك من ابوني عندي 17 كا صح 17 كا هادو يعني 17000 ماشي كاع لي زالجيريا كاين من المغرب كاين من فرنسا كاين باسكو ندير كونت بروفيسيونال تسمى نقدر نشوف شكون ابونيني البلاد مين شحال في عمرهم كذا منا كونت بروفيسيونال تسمى تعرف في صوالح كيما هذوما طيب الكونتوني تاع الانستغرام تاعك زعما واش تنشر سي كوا على حدا بروفيسيونال هكا ننشر فيس هكا الريال هذيك كم دايروا عفسه جديده دوكا كيما تيك توك فاهمه هم يديروا بزاف هكا نخدم هكا من داك الابوني عاد يرجعوا لي نحي لي نحي الابوني عاد تعاودوا لي ليا كيفاهمه طيب قلت لي بلي استعمال الانستغرام احسن من الفيسبوك علاه مثلا خير منه في كلش خير منه خير منه في كلش ما تشوف اسمها كل حاجه قدامك مش كيما فيسبوك ذا خلاص عينا منه ما تخرج قديم ما كيفاهم انت بو حاجه جديده وصاي ما اصلا قديم شويه بصح خير منه انا نفضل بريفير انستا خير من الفيسبوك
انا دوكا لو كان نحملو ما نعرفش نتعامل به، ما نعرفلوش انستغرام هذا. بون حملته الي فوق في 2016 خدمت به واحد الديومو ما عاود بلوكيتو ما خدموش ما فهمتلوش. وين غادي تفضلي انت، يا انستغرام ولا فيسبوك؟ فيسبوك صادق قبل انستغرام بدينا به، بعد كي جا الانستغرام نحل فيسبوك. زعما شنو هو السبب اللي خلى زعما الانستغرام يطغى على الفيسبوك؟ كل ما تكون حاجه جديده تخلي خطها اللور صديق ولات دوكا لافونس عم يتقدموا. انا نتقدموا اختي، انا نتقدموا فيسبوك انستغرام دوكا خلاص بدينا الكونتاكت في الانستغرام. بريفي ولا بريفي ولا لا؟ لا بريفي. شحال عندك من الابوني؟ ما على باليش، ما على باليش شحال عندي. نورمال ما عنديش ما عنديش عندي ما فامي مي زامي سي تو با بلوس. وين اللي تحس انه فيه مصداقيه اكثر، الفيسبوك ولا الانستغرام؟ انستغرام. فيسبوك انا ما ندورش فيه كاع، فاتح هكذاك لي ميساج برك هكذا كاش ما يبعثوا لي صحابي ولا دوك. الفيسبوك دوك ولا قديم، انا بارابور ليا الفيسبوك ولا قديم، وليت نتبع انستغرام بزاف. وفيسبوك دوك ولا يديروا شائعات ما على باليش، يا هضروا برك دوك. مادام كاين دراري صغار فتحوا فيسبوك، تلقى 12 سنه فتح فيسبوك، واش راح تتبعوا؟ ما تتبعوش. مصداقي ولا مش مصداقي على حسب طريقه الاستعمال. شغل كي يكون واحد يستعمله بصفة جيدة، شغل يكونكتي غير في فترة الفراغ تاعو شغل يكون إيجابي. وإذا كان طولتو يكونكتي هكا باينة مضيعة للوقت وكلش، هو سد الفراغ ومامتو تحتاجيه في حياتك اليومية، تستفسري على أمر كما تستخرجي معلومات منه، فهمتي؟ شغل في ايجابيات وسلبيات. هي افير شغل فيد فيد، ما تقدر دوكا ولا شغل ادمان، ما تقدرش بلا تليفون، لازم تليفون نستعملو هكذا في الليل كي ندخل الصباح كي نوض وفي الليل. تخيل انك تنوض تلقى تليفونك مكسر، زعما واش دير؟ ما نقدرش، منظر ايام بزاف. شفتي انه الجزائريين ما يخطوهمش الهاتف، حتى التطبيقات اللي قالت لك كل ما يخرج التطبيق رانا معاه. خير، قالت لك رانا نتقدموا بالانستغرام والفيسبوك. يعني هي يبقى تطلعات تاع الشارع الجزائري. تعلق بالهاتف يمكن موضوع اللي يقدروا يناقشوه كسوسوا كوتش خديجه، صفيه الزامي، سميه تتراوي، يعني الاخصائيين النفسانيين الاجتماعيين اللي راهم حاضرين معنا. التعلق، الادمان، هذو الحوايج اللي يخليونا نحسوا لا ديبوندونس دو دو على الهاتف وعلى الشاشات ويولي ادمان كبير. حتى المحزن في الامر نشوف واحد الدراري صغار دوكا تلقاه 3 سنين 4 سنين باش يسكت ولا باش ياكل ولا باش يبقى عاقل، تعطي له هذيك الطابلات تعطي له هذيك الهاتف ويبقى يشوف مختلف الفيديوهات ولا مختلف الالعاب. في انتظار مكالماتكم على المباشر حتى تكلموا لنا ربما على هذا الموضوع وتشاركونا رايكم. وعندنا مكالمه. عندنا مكالمه؟ نعم، اذا عندنا مكالمه هاتفيه. صباح الخير. صباح النور اخي. مرحبا سيدتي. بك عايشك. عارفين بك. معك نسيمة محمدية. اهلا بالسيدة نسيمة. انا نتكلم على موضوع الاستعمالات على الهاتف عند الناس بزاف والتطبيقات وليزابليكاسيون اللي ماناش خارجين منهم، رايك؟ خويا انا عم عيطت على هذا الموضوع، عيطت برك تعطوني النيميرو تاع طبيبة ايمن عباس. ربي يعيشك. نعم ما تقطعيش مباشرة، نحن نمدوا لك الرقم في الكونترول. مالي. شكرا لك، شكرا على المكالمة. شكرا ربي. ممتاز. نرجو من الكنترول أن المكالمات اللي تحب تاخذ أرقام هاتفية للمختصين تاعنا يخلوها على جنب ونخلوا المباشر للناس اللي تحب تفاعل معنا. نعم. يلا. إذا منتظرين المشاهدين الكرام اتصالاتكم على الأرقام اللي رددها لكم أسفل الشاشة، يمكن لما لا تمدونا آرائكم لأنه موضوعنا تاعنا اليوم هو موضوع مفتوح لآرائكم لمكالماتكم. وزيد عندنا شحال ما هدرناش مع بعض، يعني أنا نهدر معكم في ألو شيف بصح هنا حابة نهدر. طبعا. واليوم زهرة ينورنا بحضوره وضيف. نعم. اللي خلينا نقوله فرحنا لما زرنا في هذا جداً. الصباح خليك ليك انت شرف. نعم. يحضر معنا فنان متالق جدا، حضر معنا اليوم بجديد ما جاناش بيديه فارغين، حب انه يحط جديده في برنامج صباح الشروق، يطلع عليكم من خلال اغنيه جديده من البوم جديد. حميد الشاوي صباح الخير ومرحبا واهلا وسهلا بك. شكرا استاذه. شكرا. ونحييك ونحيي عمال قناه الشروق وكل المشاهدين. مرحبا بك. مرحبا بك حميد الشاوي. لو تعرف المشاهدين عليك وتعرفنا اكثر عليك. حميد الشاوي. والله الفنان حميد الشاوي مدينه باتنا، دير اغاني الشاويه كل طبوع
في الطابع العصري. اليوم جيتنا بجديد، احكي لنا على الالبوم تاعك، يمكن توزيعه من عند شكون؟ اسكو عندك كليبات؟ لا كم اغنيه في الالبوم؟ عندي اغاني، عندي اغاني وطنيه، عندي اغاني رياضيه، عندي اغاني تاع الافراح. هذه الاغنيه كان عاوني فيها الاستاذ عمر بوغال وكاتب الكلمات، والموزع عمار خليفي من خنشلا، والفوتوغراف نجيب الرويبي. نعم تحيه. جيتنا اليوم بفيديو كليب. كليب يلا. فيديو كليب. حمد الفنان حميد الشاوي اللي حضر معنا اليوم، ما جبتناش يديك فرين كما قالت زهرة. أكيد. جبتنا آخر أعمالك هو فيديو كليب. أكيد. اللي راح نشاهدوه في هذا الصباح بصورة حصرية. حصريا في صباح الشروق ولقناة الشروق. راح نشاهدوا هذا الكليب معكم مشاهدينا، ونرجعوا بعده حتى نكملوا حديثنا مع الفنان حميد الشاوي. عاود عليكم مشاهدينا، كرم يعني ريتميكا ولي بارول حميد الشاوي، كلمات قلتي كلماتك كلمات عمر بوغال. نعم. توزيع نتاعك. اللحن توزيع الاستاذ عمار خليفي. الفنان حميد الشاوي، خلاص انا سمعناك في الاغنيه الشاويه، حتى اللقب الشاوي يعني معروف عليك الاغنيه الشاويه، ولكن طبع الاخرى والله الطبع الاخرى ادي كل طبوع ادي تونسي المالوف الشرقي طبوع اللي تكون اللي تكون اللي تكون كيما نقولوا سمعوها العائلات كل ما احنا كيما راهي نقدروا نغنيو، بصح ماهوش واحد يقدر يغنيه باش العائله للعائله ولا خاصه، مع انه كاين الراي من بيت كاين راي نقدروا نسمعوهم ثاني. انا حبيت نسمع منك مالو، بما انه انت من الشرق الجزائري، يا ريت تادي لنا هكا على الاكابيلا اغنيه مالوف الا حبيت. اكيد تفضل على خاطرك. يا نين يا نين يا نين يا نين يا نين يا نين البنات والخيل والبل هما خيار لك سيبا، البنات والخيل والبل هما خيار لك سيبا، البنات تبغي تبادل كل يوم كسوة جديدة. والخيل يبغي الفراسين كل يوم سرجة جديدة. يا ما والبال يبغي المراحيل قمح السراب بعيد لم نجيبان. واو برافو، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شوية مع الصباح شوية الواحد يكون شوية. يعطيك الصحة. شكرا. معروف عن الاغنيه الشاويه العيطه شاوي، يقولوا العيطه شاوي الشاويه اللي كنا شفناها في الفيديو كليب. نعم في الفيديو كليب. يا ريت تقول لي، يمكن هذا اسكو موهبه ولا خدمت على روحك؟ كيفاش تم اكتشاف هذه الموهبه في حميد الشاوي؟ والله شوفي، هو الشاوي لازم تكون فيه، لازم يكون يعرف العيطه هذه، كون ما يكونش يعرف العيطه هذه اسمه مش شاوي. صحيح. لازم. صحيح ميزه. لازم ميزه يتميز بها الفنان الشاوي. صح. هو اللي ما يقدرش يخدم هذا المقام هذا فيها، تخدم في البيات هذه العيطه هذه، ما هوش شاوي اسمه تقريبا. عندي انا اسم هذا، هذه وجهه نظر تاعي. صحيح. واحد اخر ما عرف يشوف فيها. انا هذه سقفتك صح، العيطه شاوي لازم تكون. لازم تكون. واش كنت راك مع او ضد الطابع الجديد اللي راهو ظاهر هذه الايام ولا في الاونه الاخرى، اللي هو ستاي راي؟ يعني واش رايك في هذا الطابع الجديد؟
استعير هذا اختي انا ما سمعتوش مازال ما يكتشفوا منك. لا لا راي هو خالد من غنية الصيفي والراي اللي هو غني كما راهو يغني مثلا عصرنا عصرنا للنوع تاع الصيفي في الغنية الصيفية. شكون اللي يغني مثلا؟ كاين عديد من الفنانين مثلا ياسين تيغ مثلا شاب خلاص مثلا العديد من الفنانين اللي داروا عصرنا لهذا الطابع. والله شوف هي جديد مليح انا نحب جديد اكيد وما نحبش الانسان اللي يعاود الاغاني تاع الناس ويفتخر بها يقول كان انا خدمت وانا فنان ويروح يجري لوزاره الثقافه ويدير بطاقه فنان. هذا انا ما هذا انا عندي انا ماهوش فنان هذا صح. هذا عندي انا مغني فقط. نعم فهمتي الاخت. دونك درك كي يكون جديد وجديد مقبول يتقبل الجمهور هذا جديد مليح. صحيح. نعم. انا عندي سؤال لحميد الشاوي ممكن ربما بها نختم. انا عندي سؤال حميد الشاوي شكون هو الفنان اللي اليوم راهو في الساحه الفنيه ومناك ورغبتك انك تتعامل معاه وتؤدي اغنيه معاه وربما تكتب له ولا تخدم معاه في عمل فني؟ والله يا اخوان نرحب بكل فنانين اللي حوس نكتب له. ما نكتبش انا عفوا ما نكتبش انا ما نكتبش كلمات انا اللحن هي اللي حوس نخدم له لحن يتفضل مرحبا به هنا ماذا بيا نعاون كل واحد يجي عندي هنا ماذا بينا. ولكن لك حاب تأدي معاه اغنيه ربما ديو بالك فنان اللي تحبه انت عزيز على قلبك وحاب تعمل معاه؟ انا الاداء نتاع ثنائيه هذه تاع الديو ما نحبش ندير ديو مع فنان نحب ندير ديو مع فنانه. صح مع فنانة باسكو على بالك علاه كي دير مع شونتيز ما يكون هذاك تناغم تكون نعم. يكون تنافس بعد يكون تكون لا كونكورونس مش دروكا كي تغني مع واحد ويغني معك واحد تسمى صوت رجالي مع صوت رجالي تبان لنا شويه ما طاحش يعني فنانة ما طاحش فنانة على فنانة فنانة اكيد فنانة تجي تسمى تصلح والموضوع موضوع عندك سما انت كلامك تغني فيه وهي كلام سما كيما نقولوا يعني موضوع باين موضوع باين والكلام الكلام كي تخدم انت كلام هي سما الكلام ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف الرجل هي فوالا درك شكون هي الفنانه اللي يمكن حابين اسم يلا هي الفنانه والله شوفي شكون الفنانه اللي كي تسمعها تقول يا ريت انا صوتي راهو مع هذه الفنانه فاش في شاوي اللي حبيت اللي حبيت لانه انت تأدي كل طبع اللي حبيت. والله انا امنيتي كنت حاب نخدم ديو مع واحده بس حبست دركا. شكون هي؟ مع الفنانه ماسيليا ماسيليا نعم هذيك كنت حاب نخدم معها ثنائيات مي ما حبست دركا ما يشتغل لي ما يستحيل ودركا الوقت الحالي اللي جيت حاب تخدم معايا ما كتهتمش. مرحبا نتمنى لك كل التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله نورتنا بحضورك. والله ربي يبارك فيكم انتم اللي نشكركم على الاستضافه. شكرا لك شرفتينا على الحضور كل التوفيق ليك ودايما نحيي اكرم اللي راهو معايا اكرم دعاس صح نسلموا عليه الموسيقي نتاعي اللي راهو مرافقني. نعم تحيه كبيره ليها اكرم وعمار خليفي الاستاذ عمار خليفي استاذ عمر بوغال واستاذ نجيب الويبي وانتم ثاني ما ننساكمش استمراركم. شكرا لك شرفتنا بحضورك اليوم حميد الشاوي. والله انا نشكركم انا نشكركم. شكرا لك مرحبا يعطيك الصحه اللي حضرت معنا اليوم ومازال الحديث على هذا الاغاني وهذا الاعمال الفنيه في قادم المواعيد بما انه رانا في فتره تاع منتخب وطني ففي العديد من الفنانين ربما داروا اغاني رياضيه. انا عندي اغاني رياضيه. عندك اغنيه رياضيه؟ عندي زوج وعندي ثلاث اغاني وطنيه. خلاص خليهم منا حسمعهم كامل هذه الاشياء ان شاء الله حتى ندوها ان شاء الله هاد كاس افريقيا ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله يشرفونا ان شاء الله ويربحوا ان شاء الله ويفرحونا ان شاء الله. يرجعونا على خير انا يرجعونا على خير زاري حبتهم يرجعوا عليها خليهم يزيدوا يريحوا شويه ان شاء الله. خفت منهم هذوك ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك. شكرا العفو ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام متواصلين معكم ودائما في الطابع الشامي خلوكم على هذه الانغام ولا نعود. دي جي كان فريد حوامد حضر اليوم في نهار في عددنا اليوم بقوة زهرة. وي فريمون فريمون وتحية كبيرة للناس الشوية وهذه الأغنية خصيصا مهداة لوالدة الزميلة المتألقة آسيا شلبي ونقول لك يا طاطا على بالي بلي تشطح قالوا جابوا لي خبرك. لحقنا فيديوهات تحية كبيرة اللي راهم يتفاعلوا معنا في هذا البرنامج. شكرا لك زهرة. شكرا لك. الشفاهية اللي يعطيها الصحة. الله يعيشك. الطاولة راهي لا مصطفى بالك شفبهية كي ندخل الدار نقول يا كون حتى هذيك شفبهية تجدي لي هذيك لاباكيت ماجيك واش عمرك كل شيء باهي راني هنايا با بروبليم ميرسي هنا عندنا اون كيش بوتي مارون كيما قلت لكم درنا البوتي مارون غليناه ومن بعد عصرناه وخلطنا له لافيون داشي باش ما يبانش
درنا له شويه ثوم شويه لي زيبيس الكمون فلفل كحل الملح و دو كويير دو لويل دوليف سي نورمال باش يعطينا لو غو هذاك لا بون سافور وهذه سي اون بات بريزي درناها ب ليكسويت جو ام تي رابيل بيان سور فوالا اش تبدا كي فيها دي زيرب نو فوالا يعطيك الصحه مرقلك انا مرقلك انا غيرك معايا بون درت ايزي تفضلك درت 250 غرام دو فارين درت 125 غرام دو بور ودرت لها ان جون دو اون كويير دو ما نعجنهاش ودرت لها لي زيرب دو بروفانس والطبق اللي نحن ندوق منه هنايا هذا سي لو شوفلور لي بولات دو شوفلور ما دقتيش شوفلور انت الشوفلور ما ناكلوش انا راكي تخسري عليه هو وجدها وانت راكي على بالي قال لي والله جد والله شوفلور بيجي هي اون ديريكت بنينه فوالا افيك اون بتيت صوص روج درت لها شويه لا كريم فريش كوم ديكوراسيون وفيها كاع لي زوبيس اللي قلت قبيل عليهم الكمون السكنجبير فلفل كحل الملح ودرت لها اوسي زيت الزيتون ودرت ان بوافون روج داخل الشوفلور بور لو دو دو غرويير باش بور اولفي لو باش ما يبانش كاع باش ما تروح له يتغبر كامل ما يبانش كامل لي غاليت دو فلوكون دافوان فوالا هذه هي كيما قلنا من قبيل درنا 100 غرام دو فلوكون دافوان مولو مرحي ودرنا 100 غرام دو فارين درنا العسل درنا لا بانان درنا لا بوم رابي ودرنا سي بون درنا لا فاني لا لوفور واش درت ومن بعد جي في دي بتيت بول هكذا درتهم سوغ رملتهم في الفلوكون دافوان عبزتهم ان بلا دو فور بابي كويسون و 20 مينوت ا 25 مينوت بابي فوالا يعطيك الصحه ميرسي شاف ربي يخليك صلاح الدين واكلي ميرسي ميرسي اتوا زهره يعطيك الصحه اللي كنتي معنا اليوم وشرفني اني نرافقك في هذا العدد لي الشرف انا تاني كي نرافقك في كل الاعداد شكرا لك دي خلاص راكي في المطبخ ما تخرجيش تفضلي تي بو اهدي يا ودي نهدي عندي النسبه تاعي لعجوزه بنتي حجيله لاله حجيله تاع بليده نقول لك نحبك بزاف ويعطيك الصحه فور تو سكو تو في بور ما في يعطيك الصحه وعندي نصيبه اخرى باش ما تزعفش ثاني عليا